السلام عليكم الإخوة. إذا كان فيه إخوة يحبوا يشاركوا معنا في هذا النقاش، مرحبا بكم. كنا في حوار مع الأخ سليم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ حسام، والله مانيش عارف. إذا كنت تحبوا ديروا تعليق على الشيء اللي سمعتوه، وإذا كنت ممكن ديروا مداخلات أو تعليقات. وعليكم السلام الأخ أمين، الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بجوزيف، أخ حسين، بوزيد. وعليكم السلام الأخ فواز. وعليكم السلام الأخ رفيق، رفيق بن جلول. أخ سمير، وعليكم السلام ورحمة الله. أخ عبد القادر، محمد عبد القادر. أصبر ترى نشوفو، ترى الأخ هذا زكي. إذا كان في إخوة يحبوا يشاركوا معنا مرحبا بكم. زيزو، يبدو أنه عندك خلل الأخ الكريم اللي الآن حاولت باش ندخلك. زكي، يبدو أنه عندك مشكلة، راك ربما باش دير أكسبتي درت ريفيزي. نعاود المرة الثانية. إذا كان إخوة، وعليكم السلام، معليش مش مشكلة. كان فيه نقاش مع الأخ سليم اللي هو من المدينة نتاع القل، واحد من ضحايا نتاع المأساة الوطنية في الجزائر. كان في الصفوف نتاع الجيش وفجرت عليه قنبلة، والآن هو صار مكفوف، هو الآن راهو في فرنسا مازال يعالج. اسكندر، وعليكم السلام. أخ مراد، رياض، الأخ فواز، قلت لي عندك سؤال فيما يتعلق بالمتقاعدين تاع الجيش. شوف الأخ فواز، أنا لست مدافع النظام ولا مدافع للمتقاعدين تاع الجيش. المتقاعدين هذو تاع الجيش راهم هما كانوا في هذا النظام. فهمت؟ راهم هما كانوا في هذا النظام. درك هما نفسهم اللي كانوا هما يديروا في البراجات، راهم الآن هما يديروا لهم براجات. النظام هذا، شوف الجماعة اللي راهم دركا في البوفوار تخرج من البوفوار بالسلامة بالعافية، وراهم شايفينها الناس اللي كانوا خرجوا، كانوا في النظام وخرجوا، سواء كان ضابط أو صف ضابط، كان ربما يقدم في خدمات الناس بمجرد هو أنه يخرج بالسلامة بالعافية. والله غير كانين يشوفوه الناس بالك السلام عليكم ما يقولوهالوش. دوك أنت السؤال نتاعك هو أنه هذا النظام كيفاش هو يضرب المتقاعدين تاع الجيش. درك الا كان، درك انا نتكلم موضوعيه ونمشي مع الحق، مانيش من النوع هذاك اللي قال يمشي هكذاك برك ضد الناس ومش الامر. لا، هذا درك نتاع المتقاعدين تاع الجيش. درك الا نقولوا مثلا راهو كان واحد متقاعد ولا من المتقاعدين تاع الجيش جا في داره وجا واحد ضربه، هنا عندك الحق. ولا واحد جو هزوه ولا داوه، عندك الحق. لكن انت لما تخرج للشارع وتقطع طريق، كائن من تكون، واش راح تنتظر؟ لابد من التدخل نتاع القوات نتاع الامن. هاك تشوفيهم في فرنسا، هو يا هل ترى هما دوك راهم ضد المطالب ولا ضد حريه التعبير؟ ما كاينش منها.
لكن انت لما تخرج انت تحتل الطريق وتصير انت تحرق وتصير انت تكسر، ومن بعد انت تقول لي باللي اسمه انت هو تاع التدخل ما يتدخلوش في اي دولة في العالم، فهمت؟ في اي دولة في العالم الناس تتدخل. درك قضية نتاع انه واحد يضربوه هذه هي تخرج دبر راسك. الاخ راني اضفتك، ولكن يبدو هو انه عندك خلل في الخط نتاعك. نشوفوا ترى مع واحد من الاخوة الاخرين، باش ما شوفوا ترى واحد مع الاخوة الاخرين، هذا الاخ محمد. شوفوا ترى الاخ محمد هذا مالك لا ودي يطلع. هاني طلعتك الاخ محمد. مرحبا بك. السلام عليكم. اهلا وسهلا. مرحبا الاخ كريم. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ محمد. منين نتكلم فينا الاخ محمد؟ من اسم سيدت. وعليكم السلام. بالجزائر. ما الجزائر. مرحبا بك الاخ محمد، تفضل الاخ محمد. اشتكى لك داير موضوع على المتقاعدين وعلى المصالحة. مرحبا بك اخويا. هاكا. نعم تفضل. يزيد فضلك الاخ كريم. بالنسبة للمتقاعدين هذو ناس خدمت البلاد هذه وخدمتها في العشرية السوداء. دروكا انت هضرت قلت شكون اللي قتل وما على باليش، هذيك العلم لله. احنا الوقت اللي كنا كما يقولوا على الخمسة تاع الحشية ما كانش اللي يخرج من داره، احنا داتنا كما يقولوا داتنا كما يقولوا الدم تاعنا ما خلاناش، روحنا نخدموا على رواحتينا وروحنا على جال هذه البلاد. لكن معايا الأخ كريم، انت واحد من المتقاعدين. واحد من المتقاعدين. منين الأخ محمد؟ منين؟ من الجزائر. من تسم سيلت. من تسم سيلت. كيفاش؟ وش حبيت تقول؟ أنا السؤال اللي طرحته للأخ سليم لما كان هو يتكلم، يعني هكذا درك الناس اللي نتكلموا معاهم سواء كانوا من تاع الجماعات المسلحة أو الناس اللي كانوا في القوات تاع الجيش اللي تكلم معاه، هما كانوا يقتلوا، كانوا يديروا. شكون هما؟ شكون هما؟ احنا ماذا بينا باش الشعب الجزائري يعرف الحقيقة، شكون هما؟ كانوا جزائريين، كانوا يتقاتلوا، فهمت؟ كانوا جزائريين يتقاتلوا في بعضهم، كانوا الزواولة كانوا يقتلوا في بعضهم، والشوكر قاعدين الفوق قاعدين في البيروات بالتليفونات، فهمت؟ ها؟ هذه هي. باش يجي دوك واحد انا يقول لي شغل انت كنت في الجبل، واش كنت تدير؟ كنت تبيع في الورد؟ كنت في الجبل كنت هز السلاح. والانسان اللي راهم الجماعات المسلحه كان هز السلاح، ما كانش يبيع في الورد. كنتوا تتقاتلوا. اسمح لي، هو على هز السلاح. كيفاش؟ على هز السلاح هذه الجماعة المسلحة، على هز السلاح. يا سيدي شوف، السلاح منين جاي؟ نمشيو بال، معليش معليش، اسمح لي. شوف تفضل تفضل تفضل. السلاح منين جابوه؟ والسلاح على هزو يا اخي. كان يقتل الشعب، كان يقتل قاع. تفضل. يبدو أن الخط ضعيف عندنا. معاك عربية؟ تفضل الأخ محمد، راهو كاين قلت لك تخطل أنا في يا الخط طفل صغير. الله غالب هذا الحاضر، راك تعرف بلادنا كي دايرة. معليش معليش تفضل. قلت لك والله وش نقولوا احنا يا شوف، في المصالحة بين، احكي لك صراحة، المصالحة الوطنية هذه ما تشتش الفئات تاع المتقاعدين ولا المعطوبين ولا المشطوبين ولا ارى من الشهداء، بكل نعم. صراحة. اي والله. بالنسبة كما قلت لي انت، حكيت لي على الجماعة المسلحة هذه. الجماعة المسلحة هذه هي اللي دروك على رفدوا السلاح،
كاينه دوله، كاين جيش، كاين هكا معايا، هما اللي نعم، يرفدوا السلاح، هما اللي يرفدوا السلاح. السلاح لمين وهذو هما جاهم؟ مش في الدولة هما. ما هم شوف الدولة، سبحان الله مالا عندك سبحان الله، مفهوم هما واحد، جاي عندك مفهوم واحد آخر للدولة أنت. كيفاش؟ شوف، الدولة تتكون من الشعب، تتكون من السلطات المختلفة، تتكون من المنطقة يعني الجغرافية، فهمت؟ هذه هي الدولة، الدولة هي كل، فهمت؟ هو ما راهم داخلين في إطار يشكلوا هذه الدولة. دونك أنت إذا تقصد هذا النظام، تقصد السلطة الحاكمة، شيء واحد آخر، فهمت؟ أما داكو المفهوم على نتاع السلطة. الدولة، الدولة حتى هما راهم داخلين في الدولة، هما راهم من أفراد الشعب، ما جاوش من المريخ. لا قصدي في السلطة الحاكمة. ها، السلطة الحاكمة. أنت الأخ محمد، واش من سنة دخلت للجيش؟ دخلت 97. إيه، شفت كيفاش؟ دخلت في 97، الانقلاب راهو صار في 92. 92 ايه ايه، درك لو كانوا نقولوا مثلا هاد الناس هزوا السلاح وخرجوا هما يقاتلوا النظام، قال مثلا ما كانش نشاط سياسي، ما كانش انقلاب على الإرادة الشعبية، ما كانش ظلم، ما كانش تعدي على الناس، وهاد الناس خرجوا، قال ناس مارقين خرجوا على النظام، النظام راهو كان قال مثلا يحكم بالعدل، هما خرجوا عليه، هادو راهو ربي معاك والعبد معاك، فهمت؟ راهو ربي معاك. دوك انت لما نشوفك انت، هذا انت اللي كنت في النظام بروحك، انت اللي كنت تدافع على هذا النظام، انت اللي كنت هز السلاح وتمشي للجيش، تمشي للجبل، وانت اللي كنت انت تقاتل في هذه الجماعات المسلحة، انت بروحك الان راك في الشارع تطالب على الحقوق نتاعك، كيفاش انت تطالب على الحقوق نتاعك وتمنع الاخرين من المطالبه نتاع الحقوق نتاعهم؟ اتفضل. يا الأخ الكريم، يا الأخ الكريم، أنا كي دافعت على الشعب، دافعت على الشعب. أنا كنت نخرج، ما نخرجش على 25 في ال 96 94 95، ما نخرجوش. وعلى أنا كي ان دارني راك شدتني تحكي مع واحد اسمه هناني، كنت معاك، انا كنت في الجزائر، انا ما كنتش نخرج ديجا. انا كنت جان صغير، ايه، انا انا اكثر عندي منك بالك فاميليا في كانت السن. لي، نعم، عندي اسمحني، انا كان عندي فاميليا كانت لينهم الارهاب، هذه الجماعه هذه، وعذبوهم نعم وطلعت نعم كما يقولوا رفدت السلاح وانا جان صغير، خليت قرايتي ومشيت نكافح على جال هذه البلاد. إذا نعم كان النظام فاسد ولا موش فاسد، أنا نقول لك وش شفت بعيني. الحمد لله ما نعم ظلمناش ناس، ما حقرناش الشعب فوق راسنا وعينينا، نخدمه في الشعب. كان ديفور نروحوا نجيبوا مرات تولد بعيدة في بلاصة نائية، نودوا لها نعم ونجيبوها ونعالجوا، نهضروا صراحة، ما ماشي نكذبوا ولا حاجة. مي ظروف رانا محمد، متهمشين. اخ محمد، انا ما رانيش نقول لك انتوا الجماعات المسلحه راهم الحق باش يكون في باش تكون في الصوره. انا ما شوف، انا ماني لا مع النظام ولا مع الجماعات المسلحه. انا بالنسبه لي في اثنين راهم ظالمين، في اثنين، فهمت؟ انا مالي لا مع الجماعات المسلحه ولا مع النظام. انا القناعه نتاعي الراسخه هو انه وقعت فتنه في البلاد، فهمت؟ كانوا ناس في النظام ما شاء الله يخدموا في خدمتهم، ما يظلموش الناس، ما يحقروش، ناس يقدموا في خدمات للشعب الجزائري، في المقابل النظام كان مخترق. هذه قناعتي الراسخه، النظام كان مخترق، كانوا فيه ناس خونه حرشوا بين ابناء الوطن الواحد، جات تعدديه حزبيه، كل واحد دار حزب سياسي. صحيح هو انه كانت الامور مش مأسسة على الصح، ولكن
علاش نتايا تدير نتايا التعددية وتعطي الاعتماد للأحزاب وتسمح انت بالانتخابات التشريعية والبلدية وتدير الدستور وتخلي الناس تنشط، ومن بعد لما يفوز بالانتخابات تجي نتايا تهزوه من الأول؟ قال أودي، قال ممنوع الأحزاب الإسلامية، وقال راه كاينه غير الأحزاب الشيوعية والأحزاب العلمانية، بسلامة بالعافية. لكن لما انت دير الدستور وتسمح انت للناس على جال البشرية تدير احزاب سياسية وتدير جمعيات وتنشط، ورانا نعرفوا تسمى الناس هذو، انا شخصيا هاني في 2018 ورانا عشية 2019، نعرف ناس نعرفهم بالاسماء نتاعهم في المنطقة وين كنت نسكن انا في دائرة نتاع برج الغدير، ترشحوا في الوقت هذاك. لو كان يترشحوا الان في 2019 في حزب علماني انا ننتخب عليه، هذا الناس بالذات اللي كانوا في الفيس، لو كان يترشحوا الان في 2019 في حزب علماني انا ننتخب عليهم. لماذا؟ لانه نعرفهم معرفة شخصية، ناس مؤمنين، ناس صادقين، ناس نظاف، ناس عندهم كفاءة. واسمه نعرفهم بالاسماء، واحد اسمه موسى يقولوا موسى شلاه معروف، ربما راه كاين اخويته يتبعوا فيا، معروف انسان باباه مجاهد، فهمت؟ باباه مجاهد وهو ستان انجينيور، وما راحش قال مثلا كيما راهم دركا قال يروح يقدم روحه ويترشح، راحوا ليه الناس يحاولوا فيه، والنهار اللي عينوه ما قدرش يوقف. للأسف الشديد هو أن الأخ محمد تقطعت نعاود ندخلوه، ربما عنده مشكلة في الخط. أخ محمد، وي أنا اسمع فيك. نعم، المهم خرجت تقطعت المكالمة، المهم نكمل برك. قلت لك على الشخص هذا بالذات يعني كمثال، نعرفه ما معرفة شخصية يعني، وإنسان مؤمن، إنسان صادق، إنسان خدام للبلاد، وراه مازالوا إلى الظرف، فهمت؟ ظلموه. كاين أخ آخر نعرفه ثاني كيف كيف، حاولوا ثاني يحاولوا فيه على جال باش ترشحوه للانتخابات الشرعية، أستاذ جامعي، فهمت؟ وأول مرة في تلك المرحلة في سنة 1990 يحكم رئيس البلدية واحد انجينيور، في 90، في 90 دخل الانفورماتيك للبلدية، في 90 دخل الانفورماتيك للبلدية. هذو ناس نعرفوهم. دوك انت تحكي لي قال مثلا في المنطقة نتاعك كاينين ناس آخرين، الله أعلم، أنا نحكي لك على المنطقة نتاعي، ناس نعرفهم بالاسم وباللقب، ناس مؤمنين، ناس صادقين، ناس نتوع خير، يشهد لهم القريب والبعيد، خاطيهم الشر، خاطيهم الظلم، خاطيهم الحقرة، خاطيهم ناس يحبوا الخير للبلاد، فهمت؟ ما نحكيلكش انا على علي بالحاج وعباسي مدني وهذاك موضوع واحد اخر، نحكي لك انا على المنطقة نتاعنا. انا ما رحتش انتخبت على عباس مدني ولا انتخبت على علي بالحاج، انا رحت انتخبت على موسى شلاخ، رحت انتخبت على عبد الرشيد بولعواد، فهمت؟ ما رحتش انتخبت انا على موسى، انتخبت انا على علي بالحاج ولا اسمه، ناس نعرفهم دخلوا هما دوك في تلك المرحله. الدوله دارت هي تعدديه، فهمت؟ الناس داروا حزب، يعني نحكيك انا في المنطقه نتاعنا في برج الغدير، احنا ما استنيناش حتى جا الفيس باش الناس بدات تصلي، فهمتني؟ الناس كانت، واو انا شخصيا الوالد نتاعي معلم نتاع القران، يعني تسمى هو لما الفيس جا لقاها واجده، فهمت؟ جا لقاها واجده، ناس محافظين، ناس ابناء عائلات، خاطينا الخمر، خاطينا المخدرات، خاطينا الشراب، خاطينا هذه المشاكل. دوك انت كانت جبهه التحرير، وكانت في المنطقه هذيك نتاعنا كان الحزب الوحيد هو الفيس، ما كانش حزب واحد اخر، مع ان لا RCD ولا هم يحزنون، هذوك فيما بعد جاوا من بعد. الحزب الوحيد اللي كان هو ثم كانت لافلان، واسمه لافلان ثاني كيف كيف، نعرفوهم ناس، منهم اللي ابناء مجاهدين ومنهم اللي ابناء شهداء، وناس نضاف نعرفوهم، ناس مخلصين، ناس ولاد عائلات، فيهم ناس دخلاء، فهمت؟
فيهم ناس دخلاء، ناس جهلة، ناس بلطجية، ناس كذا. الشعب هو انفر، فهمت؟ شعب انفر، انفر، شاف باللي هذوك اللي كانوا في الجبهة الإسلامية أحسن، يعرفهم أبناء مجاهدين، كاين منهم اللي أبناء شهداء، يعرفهم نائب رئيس البلدية ابن شهيد، معرفوهم أبناء مجاهدين وأبناء شهداء، معروفين بالإخلاص نتاعهم، معروفين بالثقافة نتاعهم، معروفين بالالتزام نتاعهم، معروفين بالكفاءة نتاعهم. وبالتالي فيما بعد لما صارت المواجهة فيما بعد، كاين الناس اللي راحوا هزوا سلاح. يعني احنا في المنطقة نتاعنا في برج الغدير ما صارش انفلات، يعني وإن كان كانوا ناس داخل فيما بعد دخلاء، دخلوا استغلوا هما الظرف هذاك، وكانوا معولين على جال باش يصفي، يعني ناس، انا واحد منهم، فهمت؟ كانوا هكذاك ظلما وعدوانا. بعد بدات الناس، كاين اللي راهو درك هو خير على جال باش يخرج، يخرج على جال باش هو ما يشاركش في الفتنه وهذيك، وكاين اللي هو ربما سكت. والله انا في تلك المرحله جبدت روحي، فهمت؟ تقدر تقول من 94 ولا جبدت روحي الى غايه 99، لما جاء احمد طالب الابراهيمي. محمد طالب ابراهيمي اسلامي، ماهوش اسلامي، ابن جبهه التحرير، تربى فيها وكبر فيها الى غايته وانه صار وزير، ابن جبهه التحرير. لكن شفت فيها انا باللي راهو يحوس يخدم البلاد، وقفنا معاه. احمد طالب الابراهيمي تخيل انت، هو انه يمنع من النشاط السياسي، يمنع، وكثيرين من الشخصيات الذين منعوا من النشاط السياسي، وتخلي لي انت بونجمه، وتخلي لي انت طليبه، وتخلي لي انت زيد وزيد وزيد وزيد، بدون ما نضلوا نذكروا في الاسماء. ومن بعد تجي انت دوك، انت راك جيت في الاخر، تخرج انت للشارع، بل فيه حتى ناس محركينهم، فهمت؟ كاين اللي راهو دوك هو خرج على جال باش هو يطالب على الحقوق نتاعو، هو من حقه، ولكن كاين الناس راهم محركوهم في اطار هذا الصراع اللي راه موجود بين هذه الجماعة اللي راهم درك هما مع القايد صالح، وجماعة اللي راهم هما مع المخابرات. تفضل الأخ محمد. أخ محمد، المتقاعد يدش صح، بكل فئاته، ما انا سياسيين ما عندنا لا ايدي خارجيه لا داخليه، ما عندنا حتى حاجه، احنا همنا الوحيد العيش الكريم. نعطيك اكزومبل برك، احنا السياسه خاطينه نعم. بكل صراحه، سياسة خاطئة، ما ننتمو حتى الحزب، ما عندنا حتى حزب نتبعه. حنايا اللي يخدم نعم. البلاد ويشوف راهو كاين مشكل في الخط تاعك الأخ محمد. وهكاك تسمع في الصوت؟ الآن راني نسمع فيك، تفضل. قلت لك 27 100 ما تكفيش العائلة، إنسان عنده 4 دراري ولا 5، زيد على ذلك كاين بعض الناس، كاين بعض اللي إبليسي مساكين عنده دراعه طاير ولا عينه طايرة، هو والضابط ماهمش كيف كيف، ما يخصوش كيف كيف، نعم. يدي عليها 27 100، صف الضابط والاش دي تي يدي عليها 27 100، والضابط يدي عليها 15 مليون، هذا موش عدل. هذا احنا الشيء اللي احنا رانا ضده، فهمت؟ احنا واش رانا نحوسو؟ احنا رانا نحوسو هو انه تكون هناك مصالحة حقيقية، مش مصالحة مغشوشة، هذه اللي هي تميز بين ابناء الوطن الواحد، هذه احنا ضدها، فهمت؟ هذا هو الشيء اللي احنا رانا نناضلو له. احنا نحوسو على مصالحة وطنية حقيقية، والمصالحة احنا اللي احنا رانا نناديو بها ورانا نعملو لها لا علاقة لها بالنظام، باش تكون في الصورة.
فهمت؟ احنا نحوسوا على مصالحة وطنية حقيقية، وهذه المصالحة نلحقوا لها كنتيجة بعد ما تكون هناك دولة نتاع مؤسسات، لأنه العدل انت تديه لما نهار تكون كاينة عدالة في الجزائر. كيفاش انت تكون عدالة. كنا نحكي دوك مع الأخ سليم اشتكى بشخص اشتكى به، عوض هو أنه يعاقبوه رقاوه صار مدير تاع مستشفى. فهمت؟ كاين فهمت؟ هذه السرعة؟ كاين. هذا هو، احنا نحوسوا على جال باش ابناء الوطن الواحد تكون عندهم تكافؤ نتاع الفرص، فهمت؟ وتكون هناك عداله اجتماعيه. هاك تشوف انت السيد مجروح في الجزائر، ضربوه داروا له قنبله، كائنا من يكون هذا الشخص، راه ربما دارها النظام ولا داروها انت جماعه مسلحه، والله المهم السيد راه وقع في حادث وكان في كيما نقولوا في العمل، يعني كان بالكومبا نتاعو وكذا، وقع في حادث ثم تفجرت عليه قنبله. عشان الان درك راهم يديروا له في لا ريديكاسيون في فرنسا على حساب الخزينه الفرنسيه. يا صاحبي هذا راهو كان في الجيش، راهو كان في الجيش. شوف انت دركا ناس يجيو هما يبدلوا ظفرهم، فهمت؟ واحد يبدلوا له ظفارو، واحد يبدلوا له الشفارو، واحد يبدلوا له العلاقه نتاعو ولا كذا، باموال الشعب وعلى حساب الشعب، فيما مواطنين ما كانش اللي يوقف معاهم. علاه يا صاحبي؟ احنا رانا ضد هذا الظلم وضد هذا الحقره، ورانا نحوسوا على جلب باش تكون هناك عداله اجتماعيه حقيقيه في الجزائر، وتكون مصالحه حقيقيه. والمصالحه ما هيش نتاع قرار سياسي، مصالحة. وين راه المصالحة؟ هذو الضحايا اللي اسمهم هما ضحايا الإرهاب بالبرة في الشارع يطالبوا بالحقوق نتاعهم، وهذو نتاع المختطفين والأبناء نتاعهم يطالبوا بالحق نتاعهم، الأساتذة برة، الأطباء. كون هذا المصالحة وين صرا؟ وين؟ الأخ عباس حالتي ما خويا، ماذا بينا على جد باش تجي تحكي معنا؟ فهمت أخ عباس حالتي، إذا كان ماذا بك على جد باش تجي تنورنا وتناقشنا. تفضل الأخ محمد. الآلاف من المعطوبين، يعني الشعب كله. شوف الشعب كله، يعني الشعب كامل راه يعاني، مش غير المعطوبين او المشطوبين. والمشطوب اللي خدم 15 سنه، خدم 14 سنه على حاجه ما كان والو، خرجته. اذا كان ضروك يدير له كونساي ديسيبلين، ماكش قاضي بيدير له كونساي ديسيبلين. اذا زرطه ومن بعد زرطي لا غالب تعب ولا ما على باليش، وتخرجوا نتايا، تخرجوا كيما يقول غير منسوب، وتخرجوا صبعه في فمه بزاف. ما نقولوش ما كانش ظلم، كان ظلم وكان صغيرة. هذه هي الجزائر تاعنا. الجزائر بكري كي كان بكري في العشرية السوداء، ما كانوش هادو الناس يبانوا. ميكي صفات المصالحة الوطنية، كي كان الوئام المدني، الوئام المدني ده شكون اللي جابوه؟ بفضل الرجال اللي ضحات على البلاد هذه، ما جاش بالساهل. ومن بعد في التالي راك تشوف بعينيك، رانا كل شهر نخرجوا نطالبوا بالحقوق تاوعنا، ولا حياة لمن تنادي. انت خرجت ولا خرجوك الاخ محمد؟ لا، خرجت عادي، خرجت لا روتريت، وش من سنة؟ روتريتي. ها وش من سنة؟ خرجت 2013، خدمت 16 سنة. عطاولك لا روتريت تاعك كاملة؟ عندي لا روتريت، ماهوش كامل، نسبي 27%.
يا هو الاخ اللي كنا نحطوا فيه من قبل، هو يدي في 27 100، كنت وياه كيف كيف، رغم انه هو مكفوف راح، يعني حياته راحت. كاين لي اطراف تاعو رايحين، مش يغي يدي. كاين عندنا واحد عنده الاطراف فيه كامل، عنده يد واحدة، يد واحدة ما عندوش اه كرسي متحرك. الكرسي متحرك ما كانش، مش مفرط له الدولة، ما كانش ما كانش. عندنا انسان يسموه البجاوي، عنده الاطراف كامل طايرين، بومبا طردقت عليه، عنده يد واحدة، في يد تسمسيلته، واحدة. لا لا، في بجاية. ثم في من تسمسيلته هو. لا لا، من بجاية هو. اه اوكي، المهم يا خويا اذا كان يحب يجي مرحبا به. حنا تما رانا فاتحين هذا الصفحه من اجل علاج باش الجزائريين يتخاواو، ومن اجل ايضا باش الشباب هذو سيما اللي ما يعرفوش الماساه، من خلال هذه الشهادات ومن خلال هذه النقاشات والحوارات راح تتوضح لهم الامور كما ينبغي. كاين الناس اللي هما منزعجين، فهمت، لانه عارفين باللي لما يتحدثوا هذا الاطراف، فهمت، هما راحت التجاره نتاعهم، باسكو هما يحوسوا على السلطه ماهمش يحوسوا على خدمه الشعب. تزعجهم مثل هذه النقاشات، تزعجهم مثل هذه الحوارات، لما يشوفوا هما ناس تحكي على واش صرا، على جال باش الناس تعرف الحقيقه، وعلى جال باش الناس ترد لها الحقوق نتاعها. كاينين الناس اللي ما يعجبهمش الحال. ها هو كاين واحد من الاخوه ربما راهو يتبع فينا الان، راهو اون دي كاب ثاني كيف كيف، راهو في السرير عنده 18 سنة، هو في السرير 18 سنة هو على سرير، حتى عاد اللحم نتاعو عاد يخرج منه الدود، اللحم نتاعو يخرج منه الدود، فهمت. كاين ضحايا نتاع المأساة هذو، راهم كاينين من كل جهات ومن كل الأطراف، وحنا ماناش حابين يجيو ناس يتاجروا بهذه المأساة، وفيما بعد هما يحوسوا الهدف نتاعهم هو السلطة مش خدمة الشعب. هذا هو. يا أخي كريم، احنا بالنسبة للتنسيقية تاع المتقاعدين الجيش، ما كاش اللي يخدم بينا، رانا كلنا واعيين. احنا ما نبغوش الظلم، ما نبغوش الحقرة، وما نبغوش البلاد كيما يقولوا تنقاس، باسكو احنا نعم. عشنا في العشرية السوداء ونعرفوا قيمتها. احنا ماذا بينا نكونوا كل كيما يقولوا كل اللي عنده حق يديه. خصنا العدالة، خصنا كما يقولوا الإنسان اللي يكون كما يقولوا إنسان، كما يقولوا الإنسان المناسب يكون في نعم. البوست المناسب. إذا كان عنده نعم السلطة متفقين. ويطبقها، السلطة هذه يطبقها كما يقولوا. ديما قال لي الزوالي هذا مسكين، هذا الجزائري المسكين اللي محقور، اللي ما عندوش الكتاف، ديما مظلوم. لا، هذه ما نقبلوهاش، ما يقبلها لا ربي لا العبد. نعم متفقين. علاش كيما يقولوا علاه في اوروبا خير منا؟ علاه راك كيما قلت لي انت يا قبيله، في مسكين يداوي في فرنسا وكان في الجيش. نعم نعم احنا لأنه بلاد الشهرية نتاعو هذيك في البلاد ما دير له والو، ما تدير والو صراحه. فهمت، ما 27 دير له 100، والو. شوف هو لك، شوف نقول لك، شوف كنت قبيل نحكي هذه غير على جال برك باش نرفهو شوية على الإخوة اللي راهم يتبعوا فينا. كنت نحكي قبيل مع الأخ سليم قبل ما نبداو البث المباشر هذاك، أنا ثاني راني عايش في فرنسا. قلت له مرات نكون نمشي في الطريق نتلاقى انا واحد من المكفوفين، نتلاقى انا واحد من المكفوفين هذو، ساعات نقول انا بالك العود راهو يكذب، فهمت، نقول بالك كيما كاش منها، بالك راهو غير يكذب برك هذا، وما هو مكفوف ما والو. شوفوا قسما بالله العلي العظيم، غير تقول انت يشوف اكثر من واحد لاباس عليه، كذب. الله يبارك. كيفاش انت ربي يمشي في يصبر. الطريق يحبس في الفروج، كيفاش يمشي مع الطريق، يمشي كيفاش يطلع للمترو، كيفاش يحبس في اللاري نتاعو، تقول توحد ربي، تقول انت لك كان هذا راه مكفوف.
لماذا؟ لأنهم أهلينهم. هاو درك الأخ أنا سليم قال لي أنا راني بديت نعرف أشياء، تسمى راهو هو يدخل الفيسبوك، راهو تشوف أنت يدخل لك الفيسبوك في بث مباشر بكفوف، وواحد بعينيه أنت تقول له كذا، هو ما على بالوش. شوف يعني سبحانك يا رب. هما كما يقولوا الإنسان يعرف قيمة الإنسان، واللي عنده حق يديه، وعندهم كما يقول لك عدالة، العدالة الاجتماعية هي الصح. كي تكون بلاد اللي تكون فيها العدالة يكون فيها كلش، يكون فيها الازدهار ويكون فيها التطور ويكون الشعب لاباس بيه. احنا يا بلاد كبيرة الله يبارك، غنية وشعبها فقير. نعم ملي كنا 3 طبقات رجعنا دروك 2 طبقات، طبقة اللي تدير الشكارة وتروح، والطبقة مساكين القلاليل راهم عايشين في التمارة والميزيرية. إذا كان كما يقولون والأخ محمد، أخ محمد، أنت راك مع هذه المجموعة نتاع المتقاعدين هذو معاهم، داخل معاهم في التنظيم ولا؟ نخرج معاهم مسيرة وين راكم وقفات. وصلتوا؟ وين عدتوا في وين وصلتوا مع هذا ما المطالب كانش، ما والاحتجاجات؟ احنا عندنا 37 مطلب من الوزير كما يقول لك ما كان والو، ديما يردونا بالقمع بخاوتنا الدرك الشرطة يقمعونا، ما يخليكش حتى الديبلاسي با تروح توصل الصوت تاعك. الملف تاعنا فيه كيما يقول لك فيه لوبي كبير كيما يقولوا، ورانا احنا كافحوا معاهم حتى ان شاء الله ندوا الحقوق تاعنا. اذا كان كاتب لنا ربي ندوا الحق تاعنا ندوه، اذا كان هو حقوق ماهمش مطالب، حق ومصدق عليهم الرئيس الجمهورية في 2014، ومصدق عليهم القايد صالح 2014، ومدينا حتى حق. نعطيك على سبيل المثال، كاين واحد الفئة خدمة عام في الجيش، تقصد؟ نعم تقصد هذوك اللي رابلوهم. فلوس خير مني، فلوس خير مني، يخلص 42 كارونتيا كارونتيا بلا المرأة، خدم عام مرض، خدم عام يخلص لانفاليد هذيك 1,440,000، احنا ما نتقاضاوهاش. خدم عام مرض، هو احنا خدمنا 16 سنة 15 سنة وتخلص 27%، احنا ربي يزيدهم، ما قلناش ربي يزيدهم، ربي يعاونهم وربي يزيدهم، ماناش حاسدينهم. بصح الإنسان يكون عادل، يكون عادل، الإنسان يكون عادل، ما كما يقولوا ما يخسرش بين الإخوة. بالنسبة لك عندنا اصبرني الاخ محمد، اخ محمد، نقراو تعليق تاع واحد من الاخوه. قال لك خويا نور الدين، انا ولد الريف ونعرف العشرات من الشباب اللي التحقوا بالجيش في التسعينات، يهضروا بحقد على الاسلاميين المسلحين، يقول لك الطغاة، والله توحد ربي واش يحكوا، كيفاش قتلوا كيفاش عذبوهم. واش تعلق عليه الاخ محمد؟ يحكي قال عن لك الجيش، واش يحكوا عن كيفاش قتلوا وكيفاش عذبوهم الإسلام، يحكي على تاع الجيش هذو ضد الإسلاميين. يا أخي قول له هذا الهضرة اللي تهضر فيها والله غير راكم خالعينا. أنا واحد من الناس شاركت في عدة عمليات، في عدة عمليات مع الإرهاب، بصح جامي عذبنا إنسان، بالعكس حنا كي يطيحوه يتبليس حنا نداووه نوكلوه نشربوه، يدوش عايش بيا
فوالا هذا راه انسان، راه جزائري، راه غلط. اي انسان يغلط في الدنيا هذه صعب نعذبوه، ما نعذبوش، بصح هما اللي يعذبونا، هما عذبوا. انا نحكيك نعطيك حاجه خطره في 98 في المديه، اللي يعرف المديه واد عطلي، قتلوا لنا اخ ثلاثه اسلام، كانوا اكتب معنا. التعليق تاعك ذوك راني نقراه. تفضل. ها كاين واحد الاخ اسلام مكتب التعليق تاعك، نشوف واش تحب تقول ومن بعد نرد عليك. أها، تفضل تفضل الاخ محمد. زيد فضلك. قلت لك قتلوهم، قتلوا ثلاثة وعذبوهم. احنا ما نقتلو، احنا اذا دوك انت عدو انسان مين دوك، ما دام راه في السلاح ويقتل الشعب ويقتلك انت، ما خلاو كيما يقولوا، ما خلاو لا شعبي لا عسكري لا دركي لا شرطي، وما خسروا، خسروا في هذه البلاد. ما نقولوش ما خسروش، ما نقولوش هما اليد تاعهم نضاف، احنا ما عذبناش وجامي نعذبوا، صافي ما عندناش تعذيب. الإسلاميين هم اللي كانوا يعذبوا، ها الإسلاميين هم اللي سمحلي كانوا يعذبوا. اسمح لي الأخ كريم، الإسلاميين هم راني اللي كانوا، نحكيك على الإسلاميين هم اللي نفسي. كانوا دايرين المركز تاع شاتو ناف. مراكز عندهم، مراكز هما عندهم اللي كانوا مراكز دايرين المركز للجهاد. تاع التعذيب في شاتو ناف. علمي علمك، هذيك الله أعلم يا أخي. أنا نحكي لك يا أخي الكريم، أنا كي دخلت معك في هذا الموضوع بنحكي لك أنا وش شفت وش رانا نعانيه، وكل كيما يقولوا كل جزائري، أي طفل جزائري صغير يعرف في الجزائر كي راهي الدور، عارفها كي دايره. اي طفل، انا عندي بنتي تعرف شكاين، بنتي صغيره تعرف قاد الجزائر كي دايره. بنقول لك سمعت انا المداخلة نتاع الأخ سليم. سليم شارع يقول المهم. لا، المداخلة نتاع الأخ سليم قبل ما نبداو في هذا النقاش، سمعتها؟ سمعتها واه. تعرف الأخ سليم ولا ما تعرفوش؟ لا متابعه، راني معاه، معايا في الفيسبوك، امي اوكي. معايا. المهم، إذا كان انسان فيه إخوة حبوا يديروا شهادات هكذا ولا اعترافات ولا اللي هي تخدم هذا النقاش هذا وهذا الحوار بين الجزائريين، ومن جهة راها تسمى تعتبر رفع نتاع انشغالات، راهم كاين الناس اللي راهم يتابعوا يخدموا في أجهزة نتاع الأمن المختلفة، حنا رانا ننورهم. كاينين بعض الناس اللي راهم ربما مرات تسرق قضية مثلا على مستوى محلي، فهمت؟ قال مثلا في تسمسيلت هذا الشخص هذا اللي انت راك تحكي لي عليه، او في منطقه واحده اخرى، الشخص هذاك ربما ما لقاش الجهه اللي هو يرفع من خلالها الانشغالات، راهو دوك هو على مستوى محلي، على مستوى محلي حقرك، لكن لما انت تصير تحكي دركا على مستوى دولي يولي هو رغم انفه، كاين الناس اللي راهم يتبعوا من العاصمه يعيطوا له يخنقوه، فهمت؟ يزيروه، من بعد هو يولي يستجيب للمطالب نتاعك. لكن لما تكون انت على مستوى محلي، واحد ما راهو سامع بك. أني فهمت اصبرني برك الفكرة الاخ تاعك. محمد، نرد على الاخ هذا اللي تفضل. اخ اسكندر، قلت لي ما فهمتش السؤال تاعك. احنا متقاعدين الجيش واحنا ضحايا، ما فهمتش التعليق تاعك. المهم، الأخ إسلام ذكرت لي الانتخابات نتاع 95. واش نقول لك الأخ إسلام، الانتخابات نتاع 95 كانت في ظرف، فهمت؟ كانت في ظرف أمني خطير جدا، كانت الجزائر تحترق يعني باختصار، فهمت؟ والناس هذوك اللي كانوا في الجيش ارتأوا على جال باش يجيبوا زروال وداروه، فهمت؟ ما كانش انتخابات قال مثلا في جو من التنافس، والله قال مثلا في جو هادئ، والله كانت عندها ظروف، هما اختاروا زروال على جال باش يسير المرحلة هذيك،
بدليل هو انه زروال في 99 رمى لهم المنشفه وخرج. ما فهمتش المداخله نتاعك الاخ اسكندر، واش حبيت تقول؟ المهم اذا كنت تحب تجي دير مداخله ولا ديك، مرحبا بك، ما كان حتى مشكله. اذا كان فيه اخوه هكذا يحبوا يديروا مداخلات، نقاش حر، ما كانش موضوع يعني مقيدين به. كنت درت حوار مع الاخ سليم اللي هو من المنطقه نتاع القل، ربما فيه اخوه هذا ونلتحقوا بنا، سيما من الاخوه اللي راهم موجودين في كندا وامريكا وفي الدول هذه اللي راهو كاين فيها فارق نتاع الوقت بيننا وبينهم. كان فيه نقاش هكذا. اخ ناصر، وعليكم السلام. إذا كان فيه إخوة يحبوا يجيو يديروا مداخلات، ما مش بالضرورة على موضوع معين، ما هو النقاش مفتوح. إذا كان كش ما تديروا اقتراحات، ربما في المستقبل هكذا نديروا نقاشات ونديروا حوارات، ونحاولوا إن شاء الله من خلال هذا النقاش الأخوي ندفعوا الأمور إلى الأمام. جزائريين يتحاوروا مع بعضهم البعض، نفتحوا المجال للناس الكل. أنا ما عنديش إشكال في الحوار، نتحاور مع الناس الكل، كي الإنسان اللي عنده توجه إسلامي، كي الإنسان اللي عنده توجه علماني، كل اللي كان يخدم في الدولة، كل اللي راهو يخدم في الدولة، كل اللي راهو اسمه دوكا. لو كان يجي واحد يتفضل، راهو ضابط في أي قطاع يجي يتكلم، مرحبا به، ما عنديش مشكلة. من المتقاعدين تاع الجيش ولا من الضحايا من الجهات المختلفة، أنا نتحدث مع الناس الكل، والهدف نتاعي هو على جال باش نساهموا من خلال هذا النقاش الأخوي باش نخلقوا جو واحد آخر، بحيث هو أن الجزائريين يتناقشوا مع بعضهم، بدل من أنه يتصارعوا بالسلاح، يتصارعوا بالحجر ويتصارعوا بالحواجز المزيفة، تتصارع الأفكار. يا خويا روح، أنت عندك فكرة وأنا عندي فكرة، ربما نصح لك أنا معلومة، ربما تصح لي معلومة، ومن خلال النقاش إن شاء الله ندفعوا الأمور إلى الأمام. أخ عبد الله واحد، أخ نور الدين، ألا تظن أن إطلاق اسم جماعة إرهابية على منتسبي الفيس الذين طلعوا الجبل هي مغالطة واتهام؟ جماعة الإرهابية هي التي صنعتها المخابرات، يجب تحديد المفاهيم. شوف الأخ عبد الله، كاين ناس مثل ما كنت نتحدث قبيل مع الأخ محمد، كاين ناس اللي هما مظلومين ومحقورين، كاين ناس اللي أرغموا على جال باش هما يختاروا العمل السري من خلال المضايقات، من خلال الاعتقالات والاختطافات إلى غير ذلك. وكاينين الناس اللي هما مأمنين بالعمل المسلح قبل ظهور تاع الفيس، قبل ظهور تاع الفيس كانوا ناس اللي هما كانوا في أفغانستان، وبل حتى منهم اللي كان في الجزائر من الجماعة اللي كانوا مع مصطفى بويعلي ولا هذيك، هما مقتنعين باللي النظام هذا لازم القوة باش يخرج، وعندهم فتاوي نتاعهم، عندهم المراجع نتاعهم، عندهم كذا. دوك باش تقول لي باللي كاين ناس درك مثلا راهم هزوا سلاح هكذاك، ما كاش، امور مخلطه. بالاضافه الى انه قضيه هذه نتاع المصطلح نتاع الارهاب، المصطلح نتاع الارهاب قديم، يعني ما جاش كيما نقولوا في التسعينات، ولا المصطلح نتاع الارهاب قديم، وكانوا يسوقوه يعني مش غير فقط في الجزائر، كانوا يسوقوه في اماكن مختلفه من العالم. درك هذه المصطلحات هذه، انا شخصيا انا نقول الجماعات المسلحه، كاين الناس اللي ربما ما تعجبهمش الكلمه هذه، ونفس الشيء بالنسبه لنا الاخوه اللي راهم في الاسلاك المختلفه، نقول الدرك الوطني. انا بالنسبه لي هم خاوتي، هم جزائريين، نحاولوا على جال باش كيفاش نلقاو مناخ اللي يجمعنا. خطر علاه دوك، انا مانيش من النوع هذاك اللي يتخندق. دوك لما انت تكون تتخندق تقول انت باللي هذو ارهابيين وهذو كذا وهذو ظلمه وهذو مجرمين، هو في المقابل يقول لك الدرك الوثني وذيك وذيك والطواغيت وكذا وكذا، ونقعدوا حنا قال انت امشي انت راك مع الارهابيين ولا انت راك مع الوسم، انت مانيش معاكم في زوج، فهمت؟ ماني لا مع الناس اللي راهم في النظام، ماني مع الناس هذو اللي راهم هزوا سلاح وراهم هما يقتلوا في عباد الله، مانيش معاهم في اثنين. انا مع الجزائر، الجزائر تاع الناس الكل، صارت فيه اخطاء يا خويا ارواح بالنقاش بالحوار، ارواح نتلاقاو على جال باش نخدموا بلادنا باش ننهضوا بها. اما باش انا نمشي كيما راهم يحوسوا يديروا لنا ثنائيه، نمشي انت مع ذاك ولا ماكش معاه، راك مع ذاك، مانيش معاكم في زوج، عندي طريق واحد اخرى، عندي دروا على جال باش انا نخير طرق واحد اخرى، تسني ما نمشيش معاك، انت راك ظالم.
هاكم بروحك انت قال كانوا ناس درك كانوا في الجماعات المسلحة، راهم درك هما كاين برواحهم هما راهم يقول لك باللي احنا رانا ضلينا، كنا نعتقد كذا وكنا نعتقد كذا، ورانا شفنا باللي الطريق هذا راه طريق خاطئ ومنه ومنه. في المقابل كاين ايضا كانوا ناس في الجيش كانوا في الشرطة وكانوا في كذا، قالوا ودي احنا هذا النظام احنا كنا نعتقد بانه رانا نخدموا في البلاد نتاعنا، رانا لقينا روحنا باللي رانا ندافعوا على عصابات. ايه احنا واش رانا نقول؟ يعني انا راني نقول لك ماني لا مع هذوك لا مع هذوك، رانا نقولوا باللي احنا نحوسوا نجيبوا خطاب جديد ومن بكري، يعني عندنا سنوات درك وحنا في هذا النضال هذا، خطاب جديد، خطاب عقلاني، خطاب منطقي، خطاب موضوعي، خطاب من اجل خدمه البلاد، موشي من اجل قال الحصول على مغنم ولا الحصول على نتاع بوست دو ترافاي ولا الحصول على نتاع مكسب ولا كذا. حوسوا من اجل خدمه البلاد، ومش بالضروره هو انه احنا نحقوا هذا الشيء هذا، قادرين ربما من خلال هذا النقاش هو انه تلتقي هذه الارادات وهذه الكفاءات وهذا اسمه الاطارات هذه تلتقي من خلال هذا النقاش، نفتحوا المجال هو انه تبان كفاءات، يبان خطاب جديد، مش هذاك الخطاب التيئيسي هذاك، هذاك الخطاب اللي ينشر في الحقد بين هذا وهذا، روحوا وقفوا مع ذاكم، يا خطاب جديد، وان شاء الله شيئا فشيئا تبان اطارات تبان كفاءات. اذا كان احنا ما قدرناش احنا بلورو هذاك الخطاب وكذا، ربما يجيو ناس اخرين من ورانا ويدفعوا الامور الى الامام. اخ سمير قلت لي جو بونس كيليا با دو سوليسيون افيك سو بوفوار امبوسيبل. ايه صحيح، النظام هذا لازم يروح الاخ سمير، لازم يروح، بصح يروح على مراحل ماشي هكذاك بين عشية وضحاها يروح، بالإضافة إلى أنه استبدال شخص بشخص آخر ما يحلش المشكلة. النظام هذا يروح على مراحل، نظام متجذر على مستوى 48 ولاية، والنظام الآن صار كشغل عقيدة عند فئات من الشعب. باش يروح لازم خطاب جديد، لازم نغيره في الأسلوب، لازم نغيره في الخطاب، لازم نغيره في الاستراتيجية، لازم نغيره في الرؤية، لازم نغيره في النظرة المستقبلية للبلاد، ونجيبه خطاب جديد، وإن شاء الله شيئا فشيئا تغير الأمور. محمد عبد القادر، ألا تظن يا أستاذ بأن الفيس الذي تتحدث عنه هو صناعة النظام؟ كلام فارغ هذا، كلام فارغ الأخ. فيه ناس اللي كانوا هما في تلك المرحلة شافوا بعد الانفتاح تاع التعددية كان فيه صراع في أعلى الهرم تاع السلطة، كان صراع داخل جبهة التحرير بين تيار المحافظ اللي كان يمثلوا مهري وحمروش وكذا، وكانوا ناس كانوا مع ضباط فرنسا، صار صراع بيناتهم فيما بعد لما صارت الأحداث نتاع أكتوبر، جات من بعدها التعددية، ولما هم فتحوا المجال للتعددية الحزبية خلق الفيس مثل ما خلقوا أحزاب واحد أخرين. يعني كيفاش أنت أحزاب فيه علمانية تلقى أنت حزب إسلامية، لأنه كان فيه حرية تقدر تقول مطلقة، ما كانتش كيما راها دوك الحرية مقيدة، كان في ذاك الوقت 15 يروح يدير حزب، واحد يتلاقى مع مجموعة من الناس يقصروا يروح يديروا حزب، مش كيما راها دوكا لازم لك 25 ممثل على 25 ولاية، ولازم لك مؤتمر، ولازم لك جمعيات عامة وكذا. في ذاك الوقت كانت الأمور، فضل الأخ محمد. بالنسبة للأحزاب هذو اللي تحكي عليهم، مع الأحزاب احنا عندنا تنسيقية، التنسيقية هذه ماهيش معتمدة، ما عطاوناش الاعتماد، عندها شعبية، عندها كما يقولوا عندها قوة في التيرة، وكاينة جمعية المتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، هذه اللي تخدم المصالح تاعها، وهذه الجمعية تخدم كما يقولوا غير المصالح تاعها، ما جابت لنا حتى حقوق. هذه بنحكي لك بالنسبة للمشاكل اللي رانا
اللي راه كل خطره مشاكل معاهم. بان وصلوا الصوت تاعنا، الصوت تاعنا راه كيما يقولوا الميدان، وحنا احرار ومازلنا نتمشاو مع الميدان وما نسكتوش على حقنا، وحنا نتمنى ان شاء الله كيما يقولوا حتى الشعب يوقف معنا، يوقف معنا يساندنا. حنا كيما يقولوا القضيه تاعنا كانت مغمومه، كانت في كياس، دروك الحمد لله راهي كيما يقولوا راهي الناس كاع سمعت بها، وحقوق مشروعه. حنا نتمنى وكيما قلت لك قبيله، قلت لك نتمنى ان شاء الله تكون عندنا عداله، يكون عندنا تجديد، يكونوا الناس كيما يقولوا خافوا ربي، الناس مشي غير مصالح تاوعها، ويكون القانون، القانون صارم ما فيها لا كيما يقولوا ما فيها الناس كاع سواسية، وكل انسان له في الجزائر هذه. وإلى تمت كيما هكا اخويا البوطي ونروحوا نرفدوا ولادنا ونروحوا، ما قدرناش نعيشوا سبحان الله. ربي يكون معك ان شاء الله. الاخ محمد، الاخ محمد شوف، راه كاين اخوه اخرين راهم ينتظرون، نحاولوا ان نمررهم الكلمه، ورانا ان شاء الله نبقاو على التواصل، ممكن نزيدوا نديروا نقاشات واحد اخرين اذا كاين فيه اخوه من توعدوا نتوع المتقاعدين، نديروا لكم حوار، شوفوا مجموعه وتدخلوا واحد من ورا واحد، شوفوا النقاط اللي تحبوا تناقشوها وتدخلوا بواحد من ورا واحد، ونحاولوا ان شاء الله ان ندفعوا الامور الى الامام. إن شاء الله إن شاء الله هكذا، شكرا إن للأخ شاء الله. محمد. مرسي. واش قلت لي الأخ، أخ زكريا، قلت لي من أي فئة يا أخوي؟ أنا من فئة المواطنين. عندك حزب ولا أنت مرشح؟ ما عندي لا حزب ولا أنا مرشح. ايه مفهوم اخ عبد الله، قلت لي اوافقك الراي 100%، ولكن المشكل ان الاستئصاليين ما زالوا بقوه في السلطه ومختلف دوائره السريه، فكيف لنا ان نجسد الخطاب الجديد الداعي للمصالحه حقيقيه كما قلت انت دائما؟ شوف الاخ عبد الله، قضيه نتاع الاستئصاليين هم موجودين سواء في السلطة ولا خارج السلطة، والاستئصاليين مش موجودين فقط في النظام، مثل ما راهم استئصاليين موجودين في النظام، فيه في المقابل الناس راهم موجودين فيما يسمى هذو بالمعارضة، وحابين يخلقونا كما كنت نقول قبيل وقلتها في عدة مرات، يخلقونا ثنائية، قال هاي لا غوش وهاي لا دروات، وانت خير امشي منا ولا امشي منا، ما نمشي معك لا مع الاستئصالي اللي راهو عنده توجه علماني، ما نمشي مع الاستئصالي اللي راهو عنده توجه اسلامي. راهم كاينين من الناس اللي عندهم توجه اسلامي، يا قسما بالله لو كانت تتاح لهم الفرص، قسما بالله نص الشعب الجزائري يرعيوه. فهمت؟ لازم الانسان يكون منطقي وموضوعي. والله العظيم كاينين ناس راهم خارج السلطه، والله لو كانت تتاح لهم الفرصه في السلطه غير نص الشعب يرعيوه. فهمت؟ كاين ناس صحيح هو انه ناس ولاد فاميلا، كاين ناس متدينين ويحبوا الخير للبلاد ويحبوا الخير للاسلام، هذو انا مانيش نهضر عليهم، راني نهضر على الاستئصاليين هذو اللي راك تهضر عليهم. اما قضيه نتاع الخطاب، الخطاب هنا احنا نتكلموا الان، تنتظر انت دوك مثلا قال قناه تتحل لك الفضاء وتعطيك ما تعطيك، شو ما راهم يحوسوا هاك تشوف فيهم نفس الوجوه اللي راهم موجودين، تروح للنهار تلقى نفس الوجود اللي الوجوه اللي راهم يهضروا فيها، واش شمس الدين واش رايك هاي فتوى هاي كذا، هو عندهم واحد المحاوي وقاعدين يدوروا في نفس المجموعه، تروح للشروق كيف كيف عندهم نفس المجموعه راهم يدوروا ثم، ونفس القنوات الاخرين قاعدين، كل قناه عندها طريق راها تمشي فيه، كاين الناس اللي راه عندهم هدف تجاري وكاين الناس اللي راه عندهم اهداف واحده اخرى. حنا الله غالب ما عندناش الوسائل، لو كان جات راه عندنا قناة فضائية راها نتاع المصالحة، رانا جبنا شخصيات جديدة وجايب كذا. حنا واش عندنا الوسيلة؟ عندنا الوسيلة هي دوك الانترنت. انا في وقت سابق توقفت على هذه الحوارات المباشرة، فهمت، وقفت الإذاعة نتاع وطني إذا كان كنت تستمع لها. الآن رانا نحوش إن شاء الله مع الخيرين من أبناء الجزائر، إذا كان لقينا ناس وقفوا معنا وساعدونا نمشيو بالامور الى الامام، نديروا وسيدي بث مباشر بشكل محترف اكثر من هذا الهاتف النقال،
وإن شاء الله نطوروا في هذا البث المباشر، وتكون يعني وسائل أكثر احترافية وأكثر تقنية، لا ما تعلق الأمر بالإضاءة ولا بالخطاب ولا كذا، وإن شاء الله وحده وحده ندفعوا الأمور إلى الأمام. ما تستهزاش الأخ اللي كنت تطرح لي في السؤال، ما تستهزاش بالأمر، تقول الإنترنت راك تشوف فيهم راهم كامل لوك جو الإنترنت. في وقت سابق كانوا هما يعايروا فينا، يقول لك هذو مناضلين نتوع الانترنت، دوك راك تشوف فيهم راهم كامل جو الانترنت، راهم كامل النهار هاي داير حساب الشروق الخبر وكل راهم دايرين، حتى من التلفازه الرسميه، فهمت؟ التلفزيون راهو داير حساب في اليوتيوب وفي وفي الفيسبوك. بالتالي درك راهم هما صاروا مرغمين، حنا الان من خلال هذه الفضاءات نجيبوا خطاب جديد. اخ نذير اصبر تشوف، ترى نشوفه اخ عبد الله، هاني جاوبتك، اصبر تشوف كش من ندخل. ندخلوا كش واحد من الاخوه الجدد، كش ما كاين اخوه هكذا من الاخوه الجدد يحبوا يديروا مداخلات. اخ اسكندر قلت لي تدشين نتاع الكنيسه، كنيسه في وهران، وش هو جديد؟ كنيسه في وهران من بكري موجوده، دوك عطاو لها الصفه الرسميه سيتو، هذا ما كان وش شي جديد، كان حتى حاجه جديده. الاخ نذير قلت لي الياس une solution, la démagogie, la non-écriture de la vraie histoire d'Algérie. À ce moment, il ne connaît pas le militant ou Harki au siège dans la haute gamme du pouvoir. Toute tentative de discours اصبر تشوف لنا، شوف ترى الاخ تاع النذير هذا وي طابيو اون لو سيلونس اي لونا لستوار دو لالجيري دوات اتر ديفوالي دون سا كلارتي لا اون بورا فوا سو كو نو زالون ريكونستروير نوتر الجيري. الله يرحم شهداء خويا، راني معاك، فهمت؟ راني معاك الاخ نذير، راني معاك الاخ نذير في النقاط اللي طرحتها فيما يتعلق بكتابة التاريخ. صحيح هو انه كاين فيه بعض القضايا ماهيش واضحة، كاين فيه تدجين، وكانت فيه واسمه ميولات، قال مثلا واحد تلقى عنده هو توجه معين يحاول هو انه يمشي التاريخ كما يحوس هو. التاريخ هذا يكتب كما هو، فهمت؟ ما يكونش عنده تقال توجه اسلامي ولا توجه علماني ولا كذا، فهمت؟ كاين الناس اللي راهم دوك مثلا يهاجموا بن بله لانه راه عنده توجه عربي عروبي، والله قال مثلا كاين الناس في المقابل يهاجموا وش اسمه رضا مالك، والله قال وش اسمه عبان رمضان ولا كذا، لانه قال راه عنده توجه علماني. التاريخ يكتب كما هو بعيدا على هذيك الخلفيات هذيك، معاك، بصح هذه تتم عن طريق الحوار، النقاش، لازم تظهر كفاءات جديدة، تظهر طاقات جديدة، وتظهر يظهر خطاب جديد. اصبر ترى ندخلو ترى هذا الامين، امين ترى هذا الاخ امين بالكش ما يعرفنا. هاني معك الأخ عبد الله، ما شاء الله عليك، راك تشوف يا اش دي، تسمى لازمك تشوفني بالكاتكا، نلحقوا ليها ان شاء الله، اذا كان لقينا رجال تولي تشوفينا بالكاتكا ماشي غير بالاش دي. الاخ اللي مسمي روحك مانيش قلت لي
ما فهمتش علاش راك تهدر، واش من فايدة البقرة انضربت والفرد داه مولاه؟ لا لا خويا، علاش نهضروا ان شاء الله؟ هذا يشوف، نقول لك هذا الاحباط هذا وهذا اليأس هذا لازم يتوقف، لازم يكون فيه خطاب. المهم الاخ اللي حاولت ندخلك، ولكن زيد نعاود مرة اخرى، الاخ امين غربي، زيد نعاود ندخلك مرة واحدة اخرى، يبدو انه عندك مشكلة في الانترنت. فهمت الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك بمينا، مينا مانيش، ما لازمش يكون عندك الاحباط هذا يا اخويا. شوف شوف، احنا مسلمين، الا راك ماكش مسلم حاجة اخرى، احنا مسلمين. شوف، امرنا ربي باش لو كان تكون القيامة راه راح تقوم قيامة، شي قال راها دوكا احداث وما على باش، القيامة راح تقوم. قال لك واذا كان عندك الشجرة اغرسها، فهمت؟ قيامة، القيامة راح تقوم. انت صاحبي سكرنا الابواب مفتوحة، ابواب التوبة مفتوحة وابواب الخير مازال مفتوحة. في الجزائر كاين رجال، كاين ظلم، كاين حقرة، كاين رشوة، كاين سرقة، كاين كذا، في المقابل كاين رجال، كاين رجال، كاين خيرين، كاين ناس يحبوا الخير. أخ قلت لي للتذكير والتوعية، نعم للأسف الشديد للمرة الثانية الأخ الكريم دخلتك. أخ سمير خلفاوي، اش قلت لي؟ أخ سمير قلت لي على لي موسكي سون ان تران دو لي كونستخوير افيك دي دون، مي لي زيغليز افيك لو بيجي دو ليتا، لو بيجي ديتا. شوف الأخ سمير، ما تسيبش عليا، ربي السلعة نتاعو غالية، والمؤمن اللي هو ينفق في سبيل الله ما يهموش لكان الدولة تنفق ولا ما تنفقش، الشي اللي انت راك رايح تنفقه راك رايح تلقاه عند ربي، فهمت؟ لما ناس راها تبني مسجد بدراهمها أحسن من اللي تبنيه الدولة، فهمت؟ الدولة غير تبني المستشفيات برك. شوف نقول لك، هذه القضية نتاع الإنجليز نتاع وهران هذه مسألة موجهة للخارج، فهمت؟ قال ها من الناس اللي راهم درك هذو يحكيو هذو، خاصة من المتحجرين هذوك، قال راهم ضد حرية العقيدة، قال راهم ضد التقدم وضد التطور، وحنا راكم تشوفوا، فهمت؟ حنا ما عندنا حتى مشكلة، ورا المشكلة هنا راني في فرنسا، هنا عايشين الناس راها تبني في المساجد، فهمت؟ راها تبني في المساجد هنا في فرنسا، في إيطاليا، في أمريكا، في ألمانيا. يعني أنت تشوف الإجليز في وهران وغافل على مساجد في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا. يا صاحبي شوية، أنتم خدموا عقولكم شوية. أخ فيصل ما لازمش تفقد الأمل، فهمت؟ أخ فيصل ما لازمش تفقد الأمل، خاصة فئة الشباب. يا خويا هاي الفرصة نتاعكم، فهمت؟ حاكمين لكم الإدارات وحاكمين لكم المؤسسات وحاكمين لكم كل شيء، هاو عندكم الفيسبوك يا صاحبي، أرواحوا نتناقشوا أيها الشباب، أرواحوا نتناقشوا، أرواحوا نديروا حنا حل. علاش قاعد أنت تتبع في المكاسر السويجد هذوك؟ أرواح نتناقشوا، أرواح أنت فيدني بفكرة ونفيدوا بعضنا البعض، نزيد نعاود نحاول المرة أخ أمين، شوف ترى لا على الله راهو عندك. شوف، إما أنه الأخ أمين عندك مشكلة في الإنترنت، ولا ربما يكون عندك مشكلة في البارامتراج تاعك.
مرحبا بك الأخ سليم من جديد. أراني أضفتك الأخ أمين. الأخ أمين غربي، قلت لي الحراقة يا خويا ما فيش مشكلة، روح وتكلم على روح، تكلم على الحراقة وتحب نديرو برنامج نديرو، ما عنده حتى مشكلة. كل حاجة اللي هي تخدم البلاد تخدم المجتمع انا راني مستعد، انا راني كيما قالاش رانا قراصن، فهمت؟ رانا قراصن عند الشعب من اجل خدمة الشعب، كاش حاجة واحدة اخرى. الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك مش عارف فيان ولا كذا، راك تحوس على الفيزا، ربي ان شاء الله يا خويا يعطيك فيزا لونغ سيجور، ها يا سيدي يعطيو لك فيها 10 سنين وانت اللي تخير البلاد، وكي تروح تخرج يخدموا لك على اللحقه يعطيو لك كارت سيجور فيها قرن، ها يا سيدي ربي ان شاء الله يعطيك وش راك تتمنى، واذا ماكش متزوج ربي ان شاء الله يطيحك في بنت الحلال وربي ان شاء الله يفتح عليك. الأخ مقران الحمد لله ترك لباس. أخ أمين راني أضفتك في أكثر من 3 ولا 4 مرات، وحتى الآن راهو لهنا واش راهو كاتب لي باللي راك في الانتظار، أنا ننتظر، أنا أضفتك من عندي وأنا ننتظر على جال باش يطلع الوسم تاعك، يبدو أنه مشكل في الخط. الأخ أمين وعليكم السلام، الحمد لله ربي يبارك فيك. الأخ عبد الله ما تضلش تتعب روحك في بالكتبة، روح يا خويا راك في فرنسا وخايف، ولا روح يا صاحبي. عبد الله وحيد، ما فيش مشكلة، رواح يا خويا وانت ناقش انا وياك، وربي ان شاء الله يطيحك في بنت الحلال، فهمت؟ ما عندي حتى مشكلة، رواح مرحبا بك، اطلب برك الإضافة نضيفك وكلمني الحاجة اللي نقدر نديرها لك نديرها لك. الأخ اللي قلت لي أنت راك حاب تحتكر المعارضة في أوروبا، حساب فك تاعك فكر، ها ماني نحتكر في المعارضة الأخ الكريم ولا هم يحزنون، نرى عندي صفحة نتاعي، عندي سنوات وأنا ناضل لهذا المشروع، واللي راهو اقتنع بمشاريع واحدة أخرى الله يسهل عليه، فهمت؟ دوك الناس اللي هما فشلوا ويخافوا هو انه لما ننشطنا، لو كان دوك مثلا يتحركوا دوك هاد الناس اللي هما راهم كانوا طرف في الازمه، تبدا الناس تلتف حول هذا المشروع نتاع المصالحه الحقيقيه، يبداو ما يديروا في الدعايات، فهمت؟ لانه الافكار نتاعهم تروح المشروع نتاع المصالحه فهمت؟ الاخ منير ما كانش موضوع، كان نقاش درته مع الاخ سليم، اخ سليم من فرنسا، هو الاصل نتاعو من المدينه نتاع القل، واحد من الضحايا نتاع المأساة الوطنيه، انفجرت عليه قنبله في التسعينات، وراه الان هو راه يعالج في فرنسا، درت معاه نقاش حوار هذا مكان، وفتحت نقاش حر، قلت انا لعل الله الاخوه اللي راهم موجودين في الخارج نساهموا مع بعضنا، كش ما اقتراحات كش ما نزيد نعاود نحاول. الاخ امين نزيد نعاود نحاول ندخلك، المهم اذا كان فيه اخوه يحب يناقشنا مرحبا بك. ما سمعتش، ما قلتش الأخ السؤال تاعك.
قلت لي ما جاوبتناش أستاذ على مردود الجالية والحراقة في الشتاء الفرنسي. يا أخي شوف نقول لك، الجالية هذه كل واحد وطريقه، فهمت؟ كاين اللي راهو خدام لبس عليه ما على باله لا بفوضى ولا بشمو، وكاين اللي راهو درك هو راهو حراك كيف كيف، كاين اللي راهو في منطقة فيها العافية ما فيهاش بشمو، واللي راهو يحوس هو دوك الله يسهل عليه، فهمت؟ احنا رانا عادي نورمال، فهمت؟ ربما اذا كان راك في الداخل والله ما كان امور نورمال، والله لو كان نقدر حتى نخرج لك دوك لبرا ونصور لك على المباشر وتشوف بعينيك. اخ امين قلت لي اعطيني رايك يا استاذ في الناس اللي تغير مويلها السياسي، يقولون اننا لم نكن نعلم خبايا من كنا. هذه تجارب الاخ امين، فهمت؟ تجارب كاين اللي دوك هو راهو درك هو عنده مبدأ يمشي عليه، فهمت؟ فهمت؟ كاين زوج حوايج، كاين اللي عنده مبدأ وكاين اللي يتلون. كاين اللي عنده مبدأ قال مثلا دخل في حزب سياسي كانت هاي القناعة نتاعو هو الفكر نتاعو، من بعد قال الحزب هذاك ماهوش في وفق الأهداف هذيك ووفق المبادئ ووفق كذا، خرج هو راح لحزب واحد اخر، شاف باللي هو قال هذه هي الاهداف اللي انا كنت ناضل لها في الحزب هذاك، تبدل لحزب واحد اخر، زاد نفس صرا له نفس الشيء، زاد تبدل حزب واحد اخر، لكن هو مرتبط بالاهداف ومرتبط بالمبادئ. ولكن في المقابل كاين ناس اللي هو مش من هذاك النوع، هو دخل في حزب لانه ما عطاولوش بوست راح لحزب واحد اخر، ما عطاولوش بوست يروح لحزب واحد اخر. فهمت الفرق وين راهو؟ دوك نجاوبك الأخ وحيد اللي قلت لي على الانتخابات، اصبر تشوف، اصبر نزيدو نعاودو ندخلو هذا الأخ أمين هذا، زيدو شوف الأخ الكريم. أنا شخصيا ما عندي حتى مانع في قضية تاع تأجيل الانتخابات، تحوز على رأيي الشخصي ما عنديش حتى مانع. أنا الشيء اللي نحوز عليه وش هو أنه يعني تسمى يكون هناك حوار، فهمت؟ وتكون فيه لملمة على المستوى الوطني في الداخل، وأنا هذا هو الشيء اللي نعمله منذ سنوات. إذا كان فيه نقاش قال مثلا تكون فيه مشاورات، تلتقي الناس هكذا ويفسح المجال للشباب سيما الشباب، خطر عليه الأمر يتعلق بالبلاد يتعلق بوطن يتعلق بأمة، يفسح المجال للشباب ويفسح المجال للإرادات والكفاءات والإطارات هذه اللي راها موجودة في الداخل وفي الخارج، يحدث فيه نقاش، فهمت؟ من بعد يكون هناك مؤتمر، ومن بعد تمشي الناس قدما نحو التغيير، فلتكن يعني تأجيل الانتخابات وراء المشكلة، ما عندي حتى مشكل، بالعكس هذا المطلوب. لكن هو أنه يؤجل والله من أجل تعطيل البلاد، أو من أجل قال إعطاء فرصة للناس واحد آخرين أجل باش هما يوصلوا للسلطة، ومن بعد 5 سنين بعد عود 10 سنين نعاودوا نرجعوا لنفس المسألة هذه، أنا ضدها، فهمت؟ راهو الأمر تاعي واضح، أعتقد راني نتكلم في كلام موضوعي في كلام منطقي وفي كلام عقلاني من أجل المصلحة نتاع البلاد. إذا كانت المصلحة نتاع البلاد تقتضي على جال باش تؤجل الانتخابات، ومثل ما كنت نقول لك أنا من الأوائل اللي نأيد هذا الخيار. أما هو أنه تؤجل الانتخابات من أجل إيصال زيد أو عمر من الناس، هذه أنا ضدها. أصبرت شوف ترى ندخلوا كاش واحد من الإخوة، شوفوا ترى الأخ هذا مقرن بالك لا عاد يفوت. أخ أمين راني حاولت شحال من مرة، الأخ مقرن راني حاولت، يبدو أنه عندك مشكل في البارامتراج تاعك، شوفوا ترى مع هذا الأخ هذا اللي يرمز نفس الشيء. أخ مقرن نزيد نعاود نحاول نفس الشيء. الأخ مقرن شوف نقول لك، الأخ مقرن بركان، يبدو هو أنه راه عندك مشكل في البارامتراج تاعك، شوف البارامتراج تاع الهاتف نتاعك لازمك تسمح
على جال باش تقدر لازمك تاكسبتي على جال باش تقدر تدخل، ما تقدرش انت تريفيزي وتدخل، امبوسيبل. لازمك انت تاكسبتي على جال باش تدخل في النقاش. شوف الباراميتراج تاعك، ايسيي باش تدير الباراميتراج بار ديفو، وحاول هو انك تطلبني باش ندخلك. الاخ امين، نزيد نعاود نحاول. امين غربي، نحاول راها في الطريق، بلك راها جهة الأخضرية، ولا خط نتاعك يبدو هو أنه راهو ضعيف. الأخ واحد قلت لي سبل الحوار مغلوقة للأسف. إيه معك، ولكن الأخ أميال، الأخ واحد يعني تقدر الآن من خلال هذه الوسائل هو أنه تصنع رأي، فهمت؟ والله العظيم شوف نقول لك، لو كان الناس تتحرك غير هكذا برك، فهمت؟ قال مثلا هذا الحوار يتم التقاسم نتاعو في صفحات كبيرة، هو أنه يمشي تلتقي الناس هكذا، تبدأ تتحرك الناس، والله غتغير الأمور. اش بيك تاك تشوف في قنوات فضائية راهم يجيو نعم الأخ أمين متفقين. الأخ أخ محمد، الحق دائما ينتصر على الباطل. وش هوك تعرف، لازم له وقت، لازم ابتلاء، لازم تمحيص، فهمت؟ نشوفه ترى الأخ هذا راسم، هذا لعل الله يقدر يدخل. هذا جربناه ذاك النهار وما كانش، لعل الله المرة هذه يقدر يدخل. الحاضر رانا عايشين، والأخ اللي ترمز للاسم تاعك بفيان، حاضر رانا عايشين، والمستقبل رانا نطلعوا ليه إن شاء الله، مستقبل نصنعوه مع بعضنا البعض، فهمت؟ أرواح أنت وأنا والآخر والآخر، كما يقولوا صبعي وصبعك وعض. أنا مانيش من النوع هذاك اللي قال أرواح تبعني، أنا نمشي معاك نجي عليك قايد وأرواح تبعني. أنا من النوع اللي راني نقول للناس أرواح راحوا نتعاونوا، فهمت الأخ الكريم؟ أرواحوا نتعاونوا على جال باش نخدموا البلاد مع بعضنا البعض. راني ننتظر فيك الأخ راسل. للأسف الشديد ما كانش. أخ عبد الحليم، الأخ مقرب تاعك عاود خرج وعاود ادخل، دير البارامتراج تاعك بارتي فو، وأرواح إن شاء الله تقدر تدخل. كاين مانع أخ أمين، نزيدو نعاودو نحاولو. شوف ربما راك في مكان ما فيش الريزو مليح، والله شوف ترى وين عندك الريزو بالك لا تقدر تدخل. اخ عبد الحليم وشن، ان شاء الله تكون بخير. فيه وفيه الاخ عبد الحليم، فيه كاين ناس اللي هما يخدموا في خدمتهم، وكاين ناس اللي من النوع اللي راك تقول. فيه وفيه، ما مش ناس كاملة، لا كاين ناس اللي هما يخدموا في خدمتهم نورمال. راني ننتظر فيك الأخ أمين. آسف جدا. المهم يبدو الأخ مقرن، راني حاولت شحال من مرة مثلك مثل الأخ أمين. شوفوا عاودوا البارامتراج تاعكم ومرحبا بكم. أخ عادل قلت لي غاندي لوحده قدر يغير مسار شعب. الأخ الكريم شوف نقول لك، كاين مرات بعض الناس
هذا كان في وقت سابق، الآن شوف نقول لك كل وقت ووقته. احنا الآن رانا في عصر تاع التكنولوجيا، في عصر الهواتف النقالة، في عصر الإنترنت، في عصر الماديات، في عصر أمور كثيرة. الناس ما تقدرش تمشي الآن بالفكرة هذيك نتاع غاندي، فهمت؟ الآن لازم أفكار جديدة اللي هي تطور هذا النقاش وهذا الحوار، وإن شاء الله إذا كانت فيه إرادة مخلصة وكانوا فيه رجال تتبدل الأمور إن شاء الله الأحسن. يا خويا مرحبا بك الاخ امين، والله ماذا بينا عجل باش تحدثنا. ارواح سيدي راك في الخارج، ارواح حدثنا خير. اخ امين بكيس، ارواح حدثنا والناس يسمعوا واش تفيدهم انت، ربما تزيد تشجع شباب اخرين على جال باش هما يقراو ويطالعوا، وان شاء الله وحده وحده نمشيو للامام. ماذا بينا عجل باش تجي تشاركنا كي كتابات هذيك، تكتب تعليق ومن بعد ما يسمعوكش. اخ عبد الله، راني حاولت باش ندخلك، يبدو انه عندك مشكله في البارامتراج تاعك، فهمت؟ البارامتراج تاعك بالكش ما عندك حاجه راك مانع فيها اخ امين طارق. قلت لي المشكل نتاعنا لا جوستيس و لو ترافاي يا الاخ امين، امور معقده بزاف بزاف، ماهيش تتعلق غير بالعداله وبالخدمه. شوف نقول لك كاينه تراكمات كبيره، وهذه التراكمات ماهيش وليده اليوم. راها شوف نقول لك راها بدات منذ الوجود نتاع الدول العثمانيه، وراها الامور تتكركب واحده بواحده، فهمت؟ جات من بعدها الاحتلال، والجزائر دمرت وشبيكتها هذا، ومن بعد الجزائر لما بدات تبنى بعد الاستقلال لم تبنى على اسس صحيحه، فهمت؟ درك حنا وراها المشكل نتاع عندنا مشاكل كثيره وازمات مختلفه، فهمت؟ ازمه راها موجوده في الاسره، في الاسره موجوده المشاكل، موجودة في الرياضة، موجودة في العدالة، موجودة في الفلاحة، موجودة في السياسة، موجودة في الإعلام، ماشي غير قال العدالة برك. عدالة انت تروح ليها على جال باش تسمى تنصفك، فهمت؟ عندك مشكلة تروح انت للعدالة تنصفك، فهمت؟ العدالة كي تكون كاينة والسرقة راها برا، العدالة كي تروح ليها هي تنصفك تحكم، ولكن العدالة وحدها ما دير والو، فهمت؟ حنايا محتاجين البرنامج شامل، مش غير فقط بالعدالة، عدالة في السياسة، في الإعلام، في الفلاحة، في الرياضة، في كل مجالات. يا خويا ارواح الاخ اسكندر، ما فيش مشكله، لكن ما قدرتش اليوم، ممكن تجي في فرصه واحده اخرى. المهم الاخ عبد الله حاولت ندخلك، يبدو انه عندك مشكله في الخط نتاعك، ربما في البارامتراج تاعك. يا خويا الحمد لله، وانه راك سمعت بعض المداخلات تاعي الاخ عبد الحليم، وشن الاخ محمد عبد القادر، الاخ امين غربي، راني دخلتك شحال من مره وللاسف الشديد ما طلعتش المداخله نتاعك، كاين ضعف في الخط. اخ محمد عبد القادر، اذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد من بينهم جهل الحق واضلال الخلق. يا خويا ارواح اخ محمد عبد القادر ارواح، وكل من الناس بالحق،
وماذا بنا على جال باش تشاركنا وباش تساهم في التوعية نتاع الناس. أنا راني دائما نقول أقسم بالله العلي العظيم لو كان لقيت ناس راهم يتكلموا والله ما نتكلم، كان لقيت ناس راهم موضوعيين وناس راهم يوعوا في الشعب وناس راهم يدفعوا في الجزائر إلى الخير والله ما نتكلم. أخ عادل، ما قلت كلمتي على غندي يا خويا. مرحبا بك الأخ عادل. رانا نسعاو، فهمت؟ رانا نسعاو. وعليكم السلام الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بزينو. أنا ما نقولكمش بارطاجيو، فهمت؟ وما نقولكمش هم سينيالوني، تم دبر راسكم. ما كانش منها الأخ محمد سلام، ما كانش منها. شوف نقول لك، هذا النتيجة اللي الآن حنا رانا وصلنا ليها، لو كان جاء هذا التوفيق وغيره، لو كان جات راه الأمور مبنية على الصح، ما نوصلوش حنا لهذا المستوى هذا. لو كان جات راه فعلا كاينة مؤسسات، واش راحوا؟ راحوا أشخاص. كيفاش انت هذه الدولة اللي يروح فيها شخص يصير فيه تسيب أمني؟ ما كاينش منها. أنا قلتها ومقتنع بها، ويجي النهار إن شاء الله اللي يكونوا ناس في هذا السلطة وفي هذا النظام، والله ناس اللي راهم رايحين يوصلوا للسلطة، وتشوف وتسمع الكلام اللي راني نقول لك فيه الآن. هذه الملفات اللي راها منشورة نتاع الابتزاز وراءها جهاز المخابرات، هاني قلت الكلام وراني مسؤول عليه أمام الله وأمام الشعب. يجي النهار وتسمع هذا الكلام وراءها جهاز المخابرات، فهمت؟ هما بالعكس راهم يخدمهم هذه القضية هذه. قال واش هاكم تشوفوا بعد ما نحاو التوفيق راها الأمور سايبة، يعني ما انتبه باش يرجعوه. كاينش منها. الدولة لا تبنى على شخص، لا توفيق ولا بوتفليقة ولا بومدين ولا ولا، وكل واحد والإسهامات نتاعو، كل واحد والمكانة نتاعو في المجتمع. لكن الدولة لا تبنى على شخص، حنا نحوسو على مشروع مجتمع. لازم تكون هناك مؤسسات، يروح زيد ولا عمر من الناس هاك تشوف في فرنسا هام يدفعوا من أجل على جال باش يبوسيو هذا ماكرون على جال باش يدير لاديميسيون نتاعو، راهم يدفعوا فيه إلى أبعد الحدود. قادرين درك هما يرغموه لو كانت تزيد تطور الاحداث اكثر، يرغموه يدير لا ديميسيون تاعو ويديروا انتخابات يخرج لك شخص واحد اخر، وفرنسا راها تمشي. قادر دوك هو يكمل العهده نتاعو ودوكا تشوف يحرقوه اذا كان ما صلحش الامور، اذا كان ما مشاش الامور دوك تجي الانتخابات يحرقوه وتشوف بعينك. خطر عليه، الدوله عندها مؤسسات والشعب نتاعها ما يحبسش، ما يسكتش على اسمه. هنا قاعد السيد قاعد يحكي لي على التوفيق، ما جزر حتى تقريب اكثر من 200 الف قاتل، جاي يقول لي راح التوفيق راح كلش معاه. الان بليس يا رجل، اصبر تشوف ان قال لك الفرق بين الحكومه والمافيا هي ان الحكومه عصابه قانونيه والشرطه تحرسها لا تعمل القبض عليها. هذاك لما اذا النهار طول هم يكوبيو فيه ويكوليو فيه. ربي يبارك فيك الاخ فيصل. اخ محمد غربي، والله الاخ محمد رانا في دردشه مفتوحه، اذا كنت تحب تجي تشاركنا مرحبا بك، تجي تفيدنا بكش ما راي. الله يبارك فيك الأخ إبراهيم. الأخ ياسين، ربي إن شاء الله أزبع. ربي إن شاء الله يعطيك يا سيدي قندورة، هذه مشي ربي إن شاء الله يعطيك قندورة وطربوش أحمر ويعطيك شلغم كيما نتوع هذوك اللي دورها ما كذا لفوقك.
يا سيدي، أخي إيساني، وعليكم السلام، ربي يبارك فيك. صح، كاين منها الأخ محمد سلام، كاين منها، كاين منها، صح. أخ عبد الحليم ماكرون مش مطول، أيام قليلة ممكن. إيه ربي يبارك فيك الأخ عيساني، ربي يحفظك الأخ ياسين. أصلنا ترى نشوفوا ترى هذا اللي ترى هذا الأخ ولا الأخت اللي يرمز الاسم نتاعو، شوفوا ترى لعل الله يفيدنا. المهم إخوة، إذا كان تحبوا ديروا مداخلات ولا أنا ماذا بيا باش تجيو تشاركوني، كش ما عندكم اقتراحات، كش ما عندكم تعليقات على مواضيع مختلفة، ربما تفيدونا بكش اقتراح، تفيدونا بكش رأي. المهم كان هناك نقاش مع الأخ، للأسف راني دخلتك الأخ ولا الأخت، قال لي ريفيزي، فهمت، دخلتك، نزيد نعاود مرة واحدة أخرى، كي تجي لك أنت ثم دير أكسبتي، ما ديرش ريفيزي، كي دير ريفيزي تبارك راح تدخل، لازمك دير أكسبتي على جل باش أنت تقدر تدخل. أخ أحمد قلت لي السياسة والجريمة وجهان لعملة واحدة في بلادنا، ما كانش منها سياسة. شوف، ما مشكلة عندك، مشكلة الأخ، أخ اللي ترمز للاسم نتاعك ودير مسمي روحك أمال خياطة، راني دخلتك. مساء الخير الأخ يوسف. موضوع طويل، اصبر عاوجينا اخونا عبد الله. اخ عبد السلام الله، عليكم أستاذ. وعليكم السلام، مرحبا بك يا خويا، شعل الضوء نشوفوك. معليش اليوم ما تشوفونيش، معليش يا اليوم سيدي، نحكي عمري. معليش يا سيدي، تفضل الاخ عبد الله. صافي بليزير باش نحكو معك أستاذ ربي يبارك نورالدين. فيك يا خويا. صافي بليزير، أنا صافي فريمون لونتون نشوف كاع المداخلات نتاعك في إذاعة ربي يبارك وطني فيك. وسير يوتيوب وكذا، راني شايف براسك، راني شايف كل شيء. واليوم بون كاين مواضيع راهي متشعبة بزاف، دونك لا لا، النقاش حر. أنا حبيت غير ندير بتيت اكسبليكاسيون على السيد اللي كان يتكلم الساعة تاع تيسم سيلت، وكي قلت له أنا على الجماعة هكا تحكي هكا والجماعة الآخرين كيفاش يحكوا حاجة واحدة أخرى. هو بالك خذاها كمسألة شخصية، ولكن هو ممكن، يعني هو هذه أكيد ما فيها شك، يعني هو شخصيا هو واش كان يشوف، ما عنديش شك باللي راهو صادق في الشيء اللي كان يقول فيه، ولكن هو ما يقدرش يحكي على كاع واش صرا، وحنا نعرفه يعني من مصادر واحد آخرين ومن ناس واحد آخرين. ومن بعد كما قلت لك حكينا على المشكل هذاك تاع تحديد المفاهيم وكذا، عندك الحق في واش قلت، المصطلح قديم، ودروك كل واحد وكيفاش يفسر هذاك الشيء من جهته. والمصالحة الحقيقية أنا راني كيما يقول لك جو بارتاج 100% لي زيدي اللي راك تحكي عليهم، هذيك هي المصالحة الحقيقية اللي لازم تكون، ولكن كيفاش تكون وكيفاش تتجسد في أرض الواقع، وكيفاش يخليوها لك الناس هذيك تتجسد صح في أرض الواقع، ماهيش حاجة سهلة. أكيد. فوالا، ماهيش حاجة سهلة من الطرفين، كي قلنا الاستئصاليين من الطرفين، كي راك سميتهم وشرحت الموضوع ما يعني كان عدة أطراف، ما كانش طرف واحد. دوك نقولوا لو كان راهو قال مثلا طرف واحد ولا طرفين، لو كان نقولوا مثلا، نقولوا طرف واحد برك مثلا في السلطة، تحدوا انت يعني. فهمت، فوالا تتحدوا.
قال انت دوك مثلا بمثابة الطبيب. الطبيب انت لما يجي ليه واحد المرض يخيه فحصه، يسألوه قال وش هو المرض نتاعك، اسكو راهو قال مثلا في لافامي نتاعك كاين ناس مرضى كذا كذا، يحدد المشكل وين راهو، الخلل وين راهو، فهمت؟ لما انت تحدو فيما بعد انت تسي كيفاش انت تطوقه وتليمينيه، لما انت تنحيه بعد انت راك راح تعافي هذاك المريض. نفس المشكله فيما يتعلق بهذه القضيه هذه نتاع المصالحه. دوك لو كانوا يقولوا صح مثلا راهو قال كاين طرف، قال مثلا طرف استئصالي، يتحدوا شكون هو؟ عندنا احنا اشخاص، عندنا جهاز داخل هذه المنظومه هذه، شكون هما هذ الناس؟ هل ترى هما من الجزائريين؟ هل ترى هما اجانب؟ هل ترى فيه يد خارجيه راهي تدعم في هذا التوجه؟ اذا الى غير ذلك. من بعد انت بالطبع بالطبع تحدوا طوقوا، فيما بعد انت تنحيه، من بعد يتعافى الشعب. لكن انت لما تشوف على ارض الواقع عندنا مشكله في منطقه القبائل، حبيت ولا كرهت، كاينة حقيقة. كاينين استئصاليين في السلطه، صحيح كاينين استئصاليين في السلطه، ولكن مش كاين طرف واحد. عندنا مشكله في منطقه القبائل، كاين ناس راهم يشوفوهم باللي راها منطقه القبائل محقوره وراها مظلومه وراها كذا، عندهم قضيه تاع اللغه، قال الهويه، قال الثقافه الى غير ذلك. كاين ناس راهم يدفعوا، راهم يصعدوا، كل ما لقوا قضيه يحاولوا انه يصوتوا عليها، وراهم يحوسوا على انفصال منطقه القبائل. في المقابل في منطقه تاع غردايه كاينين الناس ايضا راهم هما يحوسوا على جلب باش يفرضوا امر واقع، ثم يحوسوا على المذهب نتاعهم يعتمد مثل المذاهب الاخرى، يحوسوا على مدارس تكون عندهم مثل المدارس الاخرى الى غير ذلك. يعطيك الصحة كاينين عليك كل هي واحد راهو يجبد من جهته، هذو المنطقه، هذو المجمع نتاع المتقاعدين، جماعه اللي راهم اسلاميين قال احنا ثاني الاسلام والاسلام دين الدوله وحنا كذا وحنا كذا، وراها كاينه، كاين عده اطراف راها في اسمه تتصارع. ولكن فيما أطراف بعد خفية وأطراف ظاهرة. والمشكل وين هو؟ انه يتصارعوا على القياده، فهمت؟ يتصارعوا على القياده. كاين اللي راهو ذوك ربما مثلا تلقى قال مثلا واحد عنده توجه اسلامي يقول لك انا مانيش نحوس على السلطه، انا قال غدوه مثلا لو كان نلقى، انا قال مثلا انا نخرج نلقى عيش كريم، وقال مثلا انا نتحرك، نقدر ندعي، نقدر كذا كذا كذا، انا مانيش نحوس على السلطه. كاين اللي يفكر هكذا، لكن كاين ناس راهم يحوسوا على السلطه، حوسوا على السلطة، ومن غير السلطة ما كان والو. بالتالي درك حنا والخطر كل خطر من الناس اللي حوسوا غير على السلطة، هذاك هما لما الخطر. السرع هذاك راهو يكون موجود، راه مثل هذيك الباخرة والأمواج راها تتلاطم، فهمت؟ من بعد راه الناس تتهاوش وراها تتصارع من أجل القيادة نتاع الباخرة هذيك، من بعد لما تغرق تروح الناس الكل، فهمت؟ حنا واش نحوسوا؟ نحوسوا هو أنه يا خويا أنا ماني حتى مع واحد، فهمت؟ معاك لما تكون نتاع الحق، وانا نمشي مع الحق مشي معاك انت، فهمت؟ هذاك هو المبدأ الصحيح، أنه الإنسان نمشي يمشي مع مع الحق الحق مش مع لما الأشخاص. تكون يكون الحق معاك، انا راني مع الحق مشي معاك انت، لما يكون أكيد هذاك الحق هو ضدك انا راني مع الحق مشي ضدك انت، فهمت؟ نمشي واحدة واحدة، فهمت؟ يكون هناك خطاب جديد واحدة واحدة. اما باش هو انه يدير لي كلون، قال هذو الاسلاميين وهذو الاسلاميين، وتبقى تمشي هكذا، وهذو متخلفين، وهذو يشربوا في بول بعير، وهذو كذا الكلام هذا ماشي. الرامج هذا سنوات احنا نسمعه فيه، فهمت؟ واحد الناس راها نقول لك تمشي راها في النازا وراها في كذا، وواحد يجي يهضر لنا على بول بعير وما على باليش وسمو. كون انسان منطقي. في المقابل قال مثلا واحد راهو عنده توجه اسلامي، يشوف واحد علماني هذا كانه راهو ضد الدين وضد كذا وضد كذا لا يا اخي، كاين ناس اللي راهم هو علماني يشوف باللي هذا الدين هذا انت تمارس العقيده نتاعك كما ينبغي، تمارس الدين نتاعك الله يسهلك، بصح ما تجيش انت تاجر لي بالدين، ما تجيش انت تحط لي انت الدين كقناع وعلجل باش تسمو. وكاين ناس عندهم الحق، فهمت؟ كاين ناس صح واش راك تقول دار، انا عايز صح. تشوف انت في فرنسا هنا عايشين، شوف دوله ماهيش تحكم بالدين، راه الناس فوالا عايش متعايشه. راك تشوف، شوف شحال كاين مسجد في فرنسا، شحال كاين، شحال كاين مسجد في فرنسا، في كل باش نقول لك يا ديبارتمون راه مردين، وين تروح كاين مساجد، ماشي غير مسجد، كاين مساجد مساجد. يعني، ما المساجد صح. ايه تروحها في فرنسا، في باري، تروح المسجد هذاك تاع ستالينغراد هذاك تاع الدعوه هذاك، تقول انت راه تزين رحلت هاي هنا، ايه
تروح الجامعة هذاك مرتوب تاع بلاس مرتوب. مونش كيف كيف، تقول انت زيرها رحلت، تروح لبارباس تقول انت الناس رحلت، تروح لسان دوني تقول الناس رحلت، في كل مكان، في ارجنتوي، في انا شفت مساجد بزاف في باريس. وانت يرحم والديك قال داروا كنيسة طربقت، خلاص خلاص خاصمت القيامة، كنيسة واجي تكزيستي كنيسة من قبل ديوارات مدينة وكيفاه وهران. وحنايا، علاش خايف؟ علاش خايف؟ انا عيني هنا في فرنسا في بلاد المسيحيين وراني مسلم، علاش إيه خايف انت؟ هذا جزء، حتى وإن الإنسان اللي يتكلم عليه، يعني وإن ما نعتبرش نفسي عندي يعني ثقافة دينية موسعة ولا عميقة باش نحكي على الموضوع هذا، ولكن فيها نوع من النفاق شوية. إذا كان أنت تحكي على كنيسة راك بغيت تقيم القيامة، وأنت عندك جالية مسلمة في كافة أنحاء العالم عندها آلاف المساجد، وإلا أنت عندك ناس مسيحيين في الجزائر، يا خويا أنا نظن باللي من حقهم تكون عندهم كنيسة. ويقول لك باللي حريه العقيده، كي تروح تهضر معاهم يقول لك احنا اخويا احنا ما نحتموش على الناس باش يدخلوا الاسلام، احنا مع حريه العقيده، هاي حريه العقيده طبقها أنا جسدها. نظن باللي يا الأخ نور الدين، كاينه واحد الوثيقه اسم واحد المعاهده اسمها المعاهده العمريه على ما أظن، يعني دارها عمر بن الخطاب لما فتح القدس، ويتكلم عليها صوالح، يعني يضمن للمسيحيين حق ممارسه الشعائر المسيحيه نتاعهم في القدس وكذا وكذا وكذا. علاش حنا كنيسه من قبل مدينه وهران بغاو يديروا لنا عليها شغل؟ شغل هذا موضوع جانبي، وهو والله موضوع باين العظيم، باللي موضوع سياسي وموضوع والله موضوع موضوع عادي، انا ثانوي في بالنسبه لي السياسه. ما كان حتى مشكل، والله شوف نقولها لك، وانا المسلم راني يعني نعاود نقولها 3 مرات، قسما بالله العلي العظيم على المصحف الشريف، لو يخيروني بين واحد مسيحي من هذا الناس اللي شفتهم واحد مسلم، غير نختار المسيحي، هاني يعني نقولها والناس تسمع، خويا إن ما الله الحق يأذيك يحب الحق، هذه هي ما يوسف. يأذيك ولا يحوس عليك واش راك دير، ولا يجي يتعدى عليك، ولا يجي ياكل لك اموال تاعك بالباطل، والله غير يعاونوا في الناس، والله يشوف الاسلام اللي قريناه غير يطبقوا فيه، يجسدوا فيه، شي يهضروا به يجسدوا فيه، رانا عايشين في وسطهم ورانا فهمت؟ نشوفوا. ها هو غير فقط الأخ هذا اللي جبناه درك ما قبل ما ندخلوا هذا النقاش، أنا سمعت هاك شوف المداخلة نتاعو. تي ضربوه بقنبلة عماوه، ويداويوا فيه المسيحيين، ويداويوا فيه بالك ربما حتى يهود، فهمتك؟ هو كان يداويوا منتسب فيه للجيش. وعاطين له حقوق، ويتنقل وعاطين له ربما راه معاطين له منحة راه يمشي بها وكذا، وانت يا أكيد بلاده أكيد. بلاد الإسلام يجي واحد يعميه، كيفاش انت؟ يا هل ترى المشكل في الاسلام؟ حاشاه الاسلام، الاسلام دين نتاع التسامح، بصح نحبوا نشوفوه لا 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 لا، مجسد الدين في في الـ حاجة، على على الدين اسلام دين التسامح، اسلام دين المحبه، هما ينشروا في الحقد، اسلام دين المحبه هما ينشروا في البغضاء، صح في البغضاء بالناس، تتهضروا على المصالحه يا ودي، هذا موضوع هذا ما مصالحة يا ودي، الناس راهم يسمعوا فيك راهم يضحكوا عليك، كيفاش انت تقرأ في القرآن وربي يقول لك والصلح خير، وانت تجي تقول لي صح باللي موضوع ما شنو، كيفاش ها ننشر الحقد، حقد ينشر على المنابر باسم الإسلام يا صاحبي، عوض هو انك تدعو الناس ولكن للمحبة، تدعو الناس الحق للأخوة، الحق يعلو ولا يعلى عليه. المنابر، هذيك المنابر الله راهي تنشر في الحقد وفي الكراهية وفي هذيك الصوالح. لا بروف، انا عندنا كاع الامكانيات باش نشوفهم، انا يا شخصيا والله ما نشوفهم هذوك القنوات تاعهم، ما نشوفهمش. لا بروف اني نشوف في هكا في حوار سير فيسبوك والليبر، ورانا نحكوا في حاجة حقيقية وحاجة، وما نفضلش نروح نشوف ونضيع وقتي معاهم، لأنه ما كان حتى نتيجة. باين الشريط نتاعهم باين، واللاكس نتاعهم باين، وين راهم يخدموا. دونك المشكل اللي انا شكيت هو مشكل، فيه مشكل نفاق كبير عندنا، نحكوا حاجة ونتكلموا نتفلسفوا بزاف في حاجة واحدة أخرى، ونخبوا حاجة واحدة أخرى. يا خويا شوف في الو الفيلم الاخ نتاع نور الدين، الرسالة تسمع فيا هذاك، ولا؟ شوف نقول لك فيلم الرسالة شفته؟ شفته عدة مرات اكيد. ها شوف الفيلم نتاع الرسالة
كاين واحد المقطع، وما اعتقد هو انه هذاك المخرج مصطفى العقاد يعني غرغارو العقاد غير هكذاك برك. مستحيل مصطفى ما نضمنش. العقاد، مصطفى العقاد شوف عن طريق فيلم هذاك نتاع الرسالة، والله كاين بالك عشرات ومئات وآلاف الناس اللي دخلوا الإسلام. شكون ممكن اللي قتلوا هذاك مصطفى العقاد؟ مات في كاين الأردن بالانفجار قتلوه، هذاك، بصح اه قتلوه باين قتلوه. في شوف الفندق. في الفيلم نتاع الرسالة هذا كاين واحد المقطع وين الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح للطائف وضربوه ثم بالحجر ومن كذا، ومن بعد صح، شكون اللي جاه؟ شكون اللي جاه؟ جاه يجيه المسيحي، يعني المسيحي، يجيه سلطان المسيحي جاب له عنقود بالعنب هذاك تاع العنب هذاك. نيشان نيشان وين. وتشوف ايضا في المقابل نتاع القصه هذيك نتاع وش اسمه، المسلمين لما راحوا للحبشه، ايه المقطع هذاك جعفر وين بن انه محمد راحوا هما يطاردوا في المسلمين، ومن بعد اواهم هذاك الملك نتاع الحبشه. نيشان وين راهم يروحوا ذوك المسلمين؟ وين راهم يروحوا؟ هيا قول لي برك، هذو اللي راهم يلجؤوا من الجزائر، وراهم يلجؤوا من سوريا، وراهم يلجؤوا من ليبيا ومن تونس ومن مصر، وراهم يروحوا؟ راهم يروحوا للدول المسلمة، راه مرحبا به أبداً. بالسعودية، راه فتحت لهم السعودية واسمه. هم يجيو لفرنسا، هم يروحوا لألمانيا، سنين هم يروحوا لبريطانيا، سنين هم يروحوا للأمريكان، يروحوا للكفرة والمشركين ويلقوا عندهم العدالة. وهذه الحقيقة، معناتها لو تهضر نتفلسفوا انت منا على الغدوة صبحوا الاسلام، منا. الاسلام اعطى ربي الحق للمرأة، داير لها سورة، سورة مريم، سورة النساء. ولكن شوف سورة النساء في الواقع، شوف الواقع نتاع الناس، فهمت؟ شوف الواقع نتاع الناس، امرأة واقع مرير. عندها حق، عندها قال مثلا تراب، خلى الوالد تراب وكذا وكذا وكذا، المرأة قال واشي اسكتي، انت راكي ملعونه لو كان طالبي بحقك، اسكتي انت كذا. اسكو الاسلام قال هكذا؟ مازالوا كاين ناس، مازالوا كاين ناس يقول لك لو كان المرأة عندها قيمة ما تتباعش، مازالوا ناس يقولوا هكا كي تهضر. الاسلام ايه شيء كي تهضر له على المهر وعلى كذا يقول لك لو كان عندها قيمة ما تتباعش. والممارسه شيء واحد اخر، حاشا الاسلام، حاشا حاشا، فهمت؟ ايه حاشا انا الإسلام، شخصيا، هذه يعني هذا موضوع مفروغ انا منه. شخصيا الإسلام انا شخصيا يعني صاروا لي اشياء، فهمت؟ هاني ذوك انا راني عايش في فرنسا، بلد غير مسلم، عاطين لي سكن بعد ما حرمت منه في دولة مسلمة، فهمت؟ كاين أمثالك الكثير. حرمت منه في دولة مسلمة، سرقوني للأسف سرقوني. تخيل انت، شوف عندي موتو بيكان، داوها ريشوها بولون بولون، يجي لك لهنا الواحد فرنسا قسما بالله العلي العظيم غير مرتين، ويجي وقور يقول لي ارواح يشوفني نمشي على رجلي، يقول له نعطيك طوموبيل مرتين، نقول له انا لا نحب نمشي على رجلي، صح، صدقك. يعني فهمت؟ رانا عايشين هنا ورانا شايفين كي أمور نقول في هذا الكلام، طرات. كي نقول في هذا الكلام راني نقول في الواقع، فهمت؟ راني نقول في الواقع، الواقع، وهذه هذه ناس شهادتك كانوا مرضى، الشخصية. ناس كانوا مرضى وكانوا كذا وكذا وكذا وكذا، وجاو لقاو ناس قاموا بهم وداووهم من جانب إنساني، فهمت؟ من جانب إنساني. تجي يهضر لك على الإسلام، الخطب وقال رسول الله وقال عمر بن الخطاب وقال أبو بكر الصديق، ياكلك بالهضرة. وأنا نعطيك غير مثال برك، مثال التقيت بواحد مغربي، التقيت بواحد مغربي في واحد المكان كنت نروح انا لثما، يديري فيها هكذا شغل نادي، فهمت؟ يتقهوى هكذا ثما، والله الناس يغسلوا قشهم والله كذا. وانا في ذاك الوقت مازال ما كنت بلا عائله، كنت وحدي. انا ندخل نقول له السلام عليكم، ما يردش عليا، ايوه ما يردش عليا واحد المرتين ولا 3 مرات. ومن بعد المرة الرابعة قال لي وعليكم السلام. ومن بعد شفته انك شغل محرج هكذا، ما حبيتش يعني نطول معاه في الهضرة.
ومن بعد وحده كي شافني ماشي هكذاك وحده جا هضر معايا، قال لي شوف الاخ، قال لي انت كباين باللي هكذا على وجهك تبان باللي ولد فاميلا، قال لي حبيت برك باش نقول لك واحد الكلام، قال لي راني شفتك كم من مرة انت تدخل وانا ما نهضرش معاك، قال لي ربما انت راك خذيت عليا مأخذ، قال لي بصح انا راني مانيش من النوع هذاك، قال لي راني عندي شوك، قال لي شوك كبير، قال لي لو كان نحكي لك قال لي ما تصدقش عقلك. قلت له خير ان شاء الله، وش الشوك هذاك؟ بالك لعل الله نقدر نفيدك، بالك لعل الله نقدر نعاونك، بالك لعل الله نقدر قال لي ما تقدرش. قلت له على اخويا علاش ما نقدرش؟ لعل الله. عنده شوك صحيح. قال لي شوف، قال لي شوف، قال لي كنت اونتربرونور، قال لي عندي شركة نتاعي يخدم في البناء وكذا، كانت عندي فيلا بالسيارة نتاعي، متزوج بوحدة قورية، قال لي هاك تشوف فيا دوك راني نترامى من جهة لجهة، وش الشي اللي صرا لك؟ قال لي شوف، قال لي سبتها واحد نسيبي، قال لي عطيلو انا اختي، فهمت؟ وقال لي واحد من الاخوة، قال لي اللحية وما شاء الله وكذا وكذا، قال لي عطيلو اختي، سيلا توتال. ايه، قال لي دار لي بالمرأة، الله أكبر. المرأة قورية، قال لي وعشيت مطلق ورحت لي الدار ورحت لي الشركة، وهاني دوك نترمى من دار لدار. آه وي مالوريزمون. قال لي هاك تشوف، قال لي راني نضال درك، نضال غير عقب السكرات باش ننسى، قال لي لو كان صب ما نفطنش، ما قدرش يتحمل الشوك هذاك. إيه سبحان الله، إنسان واش ترى تحاسبه على حاجة كيما هذه؟ إنسان حط روحك في اسكو بلاصتو، كيفاش الاسلام، راح تعيش؟ اسكو الاسلام، اسكو الاسلام هو اللي قال هكذا؟ لا، الاسلام ما حاشا قالش هكذا. الإسلام، حاشا الاسلام دين الإسلام، تاع وحاشا الوفاء، كاع. إيه فهمت؟ الاسلام دين تاع الوفاء، دين تاع الاخلاص، دين تاع التضحية، دين تاع المحبة، دين تاع الأخوة. ومن بعد بديت اسمه نفهم فيها هكذا بشوية بشوية، ومخلي عليه ما نهضر معاه، ما اسمه المعاملة هي الصح، باسكو المعاملة الهضرة هي الصح. الهضرة ما عندها حتى معنى، يجي واحد ما يهضر لك هضر يهضر معه لك يهضر لك على الدين يهضر لك، ولكن المعاملة الزيرو. مع المعاملة الوقت مع صفر، الوقت بعد انت الانسان واحد يشوف النهار جا المعاملة. لي، قال لي نروح نتغدى انا وياك. قلت له لا لا كثر خير، قال لي نروح انا وياك، قال لي انا اللي نسلك الغداء. قلت له مش قضيه انت تسلك لي والله اسمه، قال لي والله العظيم، قال لي غير حبيت انا هكذا باش نغديك، وقال لي راني دوك الان، قال لي من خلالك انت راني بديت نراجع في الحسابات نتاعي. يعني هذا ايه كمثال برك، يعني جبدناه حنايا الدين صح، المعامله، الدين دين المعامله. المعاملة، تروح انت دين تهضر المعاملة. لي على ربي وعلى محمد، تشوف انت يا واحد تروح انت تداوي كيفاش يعاملوك كيفاش كذا. كاين عنصريين، فهمت؟ كاين عنصريين، كاين مجرمين، فهمت؟ مش غير حتى عنصريين، كاين مجرمين صح. في المقابل كاينين ناس رانا نشوفوا فيهم والله العظيم غير يحترموا الصغير ويحترموا الكبير، يحترموا صح الجار يحترموا. كاين ناس اللي هم مش في الوسمو، ولو كان تولي انت صح تقارن انت غير تشوف برك هاي قدامك كيفاش، انت شحال كاين ديبارتمون هنا في فرنسا، شحال كاين ديبارتمون، في كل ديبارتمون كاين على الاقل 5 6 مساجد، صح انت اينا يا صح كنيسه واحده في اسمه، يلا شحال كاين كنيسه في كنيسة، الجزائر؟ كنيسة تكزيستي من كاين القديم واحده يعني. في عنابه، كاين واحده في عنابه ما على باليش لا راهم يروحوا ليها ولا ما يروحوش ليها، واحدة في وهران، واحدة في الجزائر. شحال كاين مسيحيين هذو؟ شحال كاين؟ راك شغل انت في دولة قال راه تطبق في الشريعة الإسلامية والله، وقال راهم جاهم هذو ناس واسمه، هذو هما كاينين اللي هما يحبوا الجزائر، هما مشيت لهم في الدم. صح والله شفت واحد الريبورتاج هنا في واحد والله واش من قناة والله ما شفتش عليها، واحدة من وقت فرنسا ما حبش تخرج، اه سي نورمال. قاعدة في وهران ما حبتش تروح، قاعدة في وهران جاية ثم، ما وولادها تروحش يروحوا سي نورمال. بالفيزا ويجيوا لثما وهي قاعدة ثم، دايرة وقيلة واحد الريستورون هكذا صغيرة ولا، وقاعدة تقوت منها وكذا.
كاينين الناس اللي هما ماشيت لهم الجزائر ماشيت لهم في الدم، زادوا صح ثما صح والله كبروا ثما والله هذيك وماشي. تتعامل يا خويا نعاملك عاملك مثل المواطنين الاخرين، والله عندك حق نتاعك هذيك والله بالسلامه فوالا بالعافيه وفهم كاين فوالا قوانين وبالسلامه بالعافيه. كاين قانون، كاين حق المواطنة وتحترم القانون كما احنا رانا هنا، كما انت راك هنا انسان مسلم تحترم القانون تاع البلاد هذه وشعائرك الدينية راك حر فيها، واحد ما يجي يضيق عليك، وشهادتك الشخصية هي الأساس، يعني واحد ما يجي يفتي عليك ولا يعلمك واش كذا واش كذا، لا يا أخي أنا نشهد بالشي اللي أنا عايشه أنا والشي اللي أنا مقتنع به أنا. المسيحية عندنا مثال، لو تشوف في سوريا في لبنان في فلسطين في مصر عايشين عادي، السنوات الأخيرة دخلت فيها حسابات سياسية هي اللي خلطت الأوضاع، ولكن الدين عمره ما كان عندهم مشكل، مسيحيين ومسلمين ودروز وكذا وكذا وعايشين لاباس. كانت الناس متهنية، فهمت، الناس أنا بس متهنية شو بغيت أكيد، هو كانت فيه نقاش. نعم شفتك أخ نخرج لك على مصطفى الموضوع هذا شوية، أصبرني اسمع برك فيا شوية الأخ برك مزيان. الأخ عبد الله، خليني نسمع فيك، نهضر برك مع واحد الأخ هكذا برك ومن بعد نعطيك الكلمة. أخ هيا مصطفى ربي يبارك تفضل. فيك إن شاء الله، وربي يهنيك، وربي إن شاء الله يعيد لك الصحة نتاعك، وربي إن شاء الله يفتح عليك الأبواب من حيث لا تحتسب. أخ سليمان وعليكم السلام. أخ عبيدة الدين والمعاملة والأخلاق، بارك الله فيك، هذا هو الصح. تفضل أخ عبد الله. ايه سلام أخ بغيت نخرج عزيز. لك على موضوع، نكلمك على الموضوع، شفتك واحد النهار درت بوست انك حبيت تدخل البلاد وكذا وكذا وكذا، نعم برك ملاحظة هكذا صغيرة، انت على ما تفضل، ما اظن فيش عندك مشكلة. 17 عام ولا 18 عام ما رحتش البلاد، نعم نظن باللي مالغري كو راك تتلاقى هنايا الناس اللي يروحوا للبلاد ويجوا من البلاد وتقصر معاهم ويحكوا لك على البلاد وكذا وكذا، بصح تأكد من حاجة، انه لو يكتب لك ربي سبحانه غدوة وتروح للبلاد راح يكون عند العقليات والمفاهيم تبدلوا بزاف. انا عندي بلك قعدت غير واحد العامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين ورحت، ما صدقتش باللي الامور تبدلت الى هذه الدرجه، وللاسف ما تتبدلش للاحسن، رغم انه نعم كاين الانترنت كاين الفيسبوك كاين مسلسل كذا، واحد المنطق يخمو به مجمل للناس نعم تبقى انت بوش بي تقول سبحان الله شغل، وعلاش الناس راهي لا تروح لا غير في متفق الكوتي معك، نيجاتيف، الناس متفق تروح غير معك الكوتي الأخ، نيجاتيف. متفق معك الأخ عبد الله. شوف نقول لك أنا، يا أولا لحد الآن، لحد الآن مازال ما حددتش وقتاش نروح. الشيء اللي درته وشي هو أنه كنت نعاني من ضغوط نفسية تتعلق باللجوء، والإنسان اللي ما درش اللجوء السياسي ما يعرفش هذا الأمر، لو كان ضل تحكي له ما يفهمش. أكيد أكيد لما أكيد تدير لجوء سياسي تحرم من الدخول للبلاد، تحرم جيمارجين من اشياء، وهذيك الاشياء تصير تدير لك ضغط، ضغط عالي عالي، بحيث هو انه شخيل انت يا دوك مثلا يموت باباك ما تروحش تحضر الجنازه نتاعو، ما تروحش اصلا. أني متبع السيرة فرق نتاعك بينك يعني، انت، وفريمون فرق ربي بينك يكون انت وبين واحد اللي هو نقولوا مثلا راهو عنده الفيزا، عنده الباسبور تاعو ويروح يدخل البلاد وهو ما حبش يروح. فرق، انت ما تقدرش تروح لانك ما تقدرش تدخل، يصير لك ضغط، ضغط عالي فرق كبير جدا، بالاضافه الى انك صح كثير من الاشياء اللي انت تحرم منها، لا عرس ولا تزور مريض ولا تشوف واحد. كاين الناس، تخيل انت واحد خليته يتقمط راهو في عمره 18 سنه الان، تخيل واحد اللي خليته انت في عمره 18 سنه راه في عمره 36 سنه، راه بولاده، صح خليته انت اعزب راه بولاده، اللي خليته غا كيتزوج راهو الان جد، تخيل انت. يا صح كاينه اشياء انت يا تسمى بالضبط تحرم منها، بالتالي صعيبه. اما هذه المساله اللي كنت انت تحكي لي عليها، هذه انا على بالي بها، راني نشوف فيها درك غير في الفيسبوك، حنا رانا نحاولوا على والله جال باش العظيم نغيروا الخطاب هذاك، راني نشوف فيها درك كاين الناس اللي هما ما شاء الله يعني متفاهمين الوضع،
راك تشوف انت قبيل السيد كريم. مضروب، مضروب بقنبله، حياته دمرت، فهمت؟ واحد غير مجرد انه أكيد يسمع له، برك يسمع له ينصت له، ما كانش يا ما صاحبي، كانش صح ماكش قادر تسمع حتى الواحد ذوك انت من الضحايا نتاع المأساة. هو ربما راهو كان في ذاك الوقت يعتقد من انه راهو يدافع عليك، ماكش قادر حتى تسمعوه. ها يا هل ترى هذه اخلاق نتاع واحد مسلم؟ ابدا. وهو قال كلمه شابه بزاف ومليحه بزاف. قال لك انا كي كنت حاسب لو سيرجون شاف اللي كان يجيري فيهم هو يجيري البلاد تالمو السيد. وهذه انا نصدق فيها، يعني انسان صح عنده صح كان في تكانه ولا كان كذا، هو الامر الناهي نتاعو هو ذاك السيرجون شاف، وان كان على باله بالقياده ولا على باله باللي كذا ولا كذا. ولما هو كان بالنيه هذه وبالصدق هذا، ومن بعد في الاخير كاع واش ضحى وما يلقاش حتى انسان يسمع له، ايه وماشي غير ما سمعولوش برك على حسب ما حكى هو، معناتها السيد عينه رايحه وما يداولو في رجليه ولا في يديه وسامحين فيه في عام، ومن بعد يلقى اللي سمح فيه يلقاه شاف سيرفيس وهو بيردي. دونك ايه على بالي لما قلت لك، يعني تسمى فاهم الامور هذه، فهمت؟ هذا هو تعليق. هني نشوف فيهم كاينين الناس اللي انا مثلا نعرفهم، ونشوف فيهم راهم ينشطوا في الفيسبوك، ما كاينش حتى يتصل بك يقول مثلا هذا انت غدو تنتظر منه راح يرحب بك ولا يعني. على بالي باللي كاين انا فيه خلل كبير في المجتمع، وهذا راجع للخواء الروحي، فهمت؟ كاين فيه خواء صح روحي كبير، كاين فيه جوع صح فكري كبير في البلاد، وهذا كاين خاوة روحي. يتطلب هو انه كاين ناس اللي هما يزرعوا الامل، فهمت؟ صح لازم الناس يجيبوا خطاب جديد، وتشرك هذه الكفاءات، تشرك هذه الاطارات، وهذا الناس المنورين، وهذوك الناس اللي هما حاقدين، وهذوك الناس مو يسيي الواحد على جال باش يعزلهم، فهمت؟ صح صح حطهم هكذا اكوتي، وتتعاون هذه الكفاءات وهذه الاطارات واحده واحده ان شاء الله، على جال باش هما يزرعوا الامل ويجيبوا خطاب جديد من خلال هذا تكون فيه نشاطات مختلفه. قال اخويا نديروا تورنوا تاع، قال مثلا كره القدم، قال نديروا حفله تاع ختان تاع زواج تاع كذا، تلتقي الناس على المحبه وعلى الاخوه، وشيئا فشيئا ان شاء الله نخلقوا جو واحد اخر، فهمت؟ لازم ولازم تتعاون انا نقول الناس. لك صراحة، لازم خدمة كبيرة صح، خدمة كبيرة، ولازم صبر كبير، ولازم ناس فريمون اللي مؤمنة بالشيء هذا. للأجيال اللي راها جاية، مشي لينا احنا، صح احنا صح خلاص مشى فينا الموس، فهمت؟ كاين، لانه انا نقول لك كاين مشكل واحد اخر، انا هذه يعني تدرك هذا النظرة اللي انت نتاعي. تدافع عليه، فهمت؟ هذا اللي انت تدافع عليه وانت تبكي عليه، وهو يقول لك انت شياته خائن، هذا واش تنتظر منه؟ هذا مريض لازم يتداوى، فهمت؟ هنا نروح لك لواحد المسألة. أنا هذه نظرة شخصية نتاعي، يعني تحليل شخصي، بالك عندي صح بالك راني غلط. أنا نظن بلي عندنا مشكل كبير، سيكو عندنا جزء كبير من الناس من شرائح المجتمع نتاعنا ما عارفاش صوالح، وحاسبين رواحهم هما باللي عارفين الصح. تلقاه ما قراش في المدرسة، ما قراش في الحياة، وحاسب روحه هو. تهضر له على الماريكان يقول لك ما يفهم والو، تهضر له على الجابون يقول لك ما فاهمين والو، تهضر له على فرنسا يقول لك ما فاهمين والو. هو متزاير ما خرجش وما قراش ما بزاف صوالح، قاعد يتبع فيسبوك تالو تالو تال، وحاسب باللي هو راه عنده الصح. هذا صعيب شويه باش تتعامل معاه، بتغير له الافكار نتاعو، ولا باش تجي انت تجيب فكره مغايره للفكره نتاعو هو باش قلت لك تحطها في ارض شوف، الميدان. نعم تفضل وي ايه تفضل تفضل العقب. تفضل. قلت هو لك هذو شوف الناس قلت لك كاين القضية ناس انت غالطين وما همش عارفين باللي غالطين. يا انت اسمع، راهو كاين مثل هذا قال لك يفعل الجاهل يعطيك بنفسه الصحة، ما لا بارك الله يفعله فيك بعدوه. بارك الله فيك. درك هي راجعة للجهل، راجعة للخواء الروحي اللي قلت لك عليه، فهمت؟ انت لما انت يصير لك المسجد يوضو انه يحكي لك مثلا على مواضيع مختلفة، لازم لك في امور ما يخرجش منها خلاص. هذا المواطن هذا اذا كان راه الناس كامل مجتمع عليه، مدرسة
ماهيش قايمة بالدور نتاعها كما ينبغي، والمسجد ماهوش قايم بالدور نتاعو كما ينبغي، والأسرة مطربقة، والشارع خليها على الله. وين راح يتربى هو؟ وين ينزل عليه ملك من السماء يربيهم؟ جامي جامي ما كانش تاعك. تشوف انت هنا في فرنسا، هاك تشوف انت مدرسة تخدم، فهمت؟ صح. روح انت تدخل للمترو تلقى الناس كامل تمشي كيف كيف، تروح للوطورو تشوف الناس كامل وكل واحد حاكم طريقه، تشوف انت اللي هي في الطريق كل واحد يقطع في الطريق، طريق انك ما كانش تاع الباساج بيتون هذاك تاع تمشي فيه الناس، في كل واحد عاقب، فهمت؟ طوموبيلات هذا داخل منها هذا خارج منها، تقول انت قيرة. صح لا لا صح تاني لا تاني قانون راهو يمشي، خطر عليه. هذه لازم لها ثقافة، هذه ما تجيش هكذاك برك، ثقافة ما هذه تجيش لازم لها هكذاك ثقافة، ثقافة لازم لها خدمة، لازم لها لازم لها انفيكي خدمة. لازم لها شوف سنوات اسمعك، تشوف وخدمة انت صح شوف الناس راهم يقطعوا الطريق، شوف الناس راهم يقطعوا الطريق، نو دايرين للرصيف وحده، فهمت؟ الطريق تاع صح الطوموبيلات وحدها، تلقى الناس راها تمشي على الرصيف، يلحق باساج تاع بيتون يمشي. شوف الناس تلقاه درك مثلا احنا مع الاولاد، يروح يمشي تلقى راه الفروج راهو شاعل، يجي ابنه عاقب يقول له حبس حبس حتى يشعل اسمه. احنا مولفين صح هاك تعرف، احنا مولفين، ايه قال طريق فارغه فوت نورمال، هو يقول له لا لا حتى طريق فارغه سيدري حبس، راه صح الفروج حمار حبس، احترم احترم الاسمه. هذه هي ايوه التربية قرايه، لأنه هذه الطريق فوالا هذه هي عندك ان كود لازم تمشي عليه هذه هي هذه هي. شوف الناس كل واحد حاكم مكان تاعو، ورانا احنا دايما نقولوها، قولوا احنا لو كان يدخلوا يشاهدوا، لو كان يدخلوا قبل الاسلام يا اخي دايما نهضروا، صح صح كاينه فهمت؟ هنا الاخ نور الدين انا اختار اهبط للبلاد وكان عندي هكا نقاش خفيف هكا مع انسان يعني نقولوا احنا في البلاد اي واحد نعرفوه نقوله صاحبي اسمع معناتها نعطيك القصه هذه برك نخليك تتكلم. شوف ايه صارت لي مره، رحت للديكريساج، كنت وحدي هكذا، رحت للديكريساج عندي واحد الشوميزه كذا شريتها من المارشي، شريتها وقيله في ذاك الوقت بالك واحد نقولوا دي زورو هكذاك، تاع عشرة جديد 10 اورو. لبستها انا هكذا مده هكذا، من بعد ديتها للديكريساج هذيك، غسلتها ورحت باش نركيبيري الشوميز هذيك، لقيت السيده هذيك تما، عطيت لها التيكيه هذاك، راحت ضربت الدوره هكذا ما لقيتهاش، حوست ما لقيتهاش، ما عاد عاود رجعت ليا قالت لي ما لقيتش لا شوميز، عاود غدوه عاود ارجع ليا، اسمح لي، قالت لي على بالي بلي راك جيت هنا، اسمح لي غدوه وعاود ارجع، ولا ما لقيناهاش نرمبورسي لك الشوميز تاعك. أكيد يعني حقك ما يروح رحت انايا الغدوه هكذا عاودت رجعت ليها، قلت لها جيت باش ندي الشوميز، قالت لي مسيو رانا ما لقيناش الشوميز هذيك بصح نعوضوك. قلت لها انا كيفاش تعوضوني؟ قالت لي نعوضوك. دارت البارام هذاك نقول له عطاتني ترونتور 3 مرات الله يبارك تاع قلت لها نو، قلت لها انا راني شاريها غير بدي زورو، قالت لي نو 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 نو، قلت لي حنا البارام تاعنا لا مارك تاع اسمه هكذا هذه هي اك. قلت صح لها كثر والله خيرك، قلت لها كثر خيرك، اصبر لا غدوة غدوة اصبر نعاود نرجع اصبر اصبر، عندها واحد الاسبوعين. رحت لواحد المسجد هكذا نصلي، جيت خارج، المهم كاين تو المسجد هذا كيديروا خاوتنا مغاربه هكذا يديروا واحد المرشي يبيعوا مرشي الخضره المسك ولا وكذا الخضرة شريت انا شويه هكذا من الصرف هكذا. من بعد رحت عند واحد اخر كنت شاري شويه نتاع رمان هكذا وشويه نتاع كاكي هذاك، وحطوا هكذا وما شافوش زعما نشري من عنده هكذا، حطيت عنده قلت له احكم لي الساجي برك ونشوف. وهو كان يعس على واحد تما شغل هذاك يبيع، وهو عساس عنده، ايه قلت له نخلي لك واسمه برك غير عجل باش نفوت لاكاس برك نهز حاجه هكذا ونسلكها ونعاود نرجع ليه. شوف ياي خطوه خطوه
حطيت عنده الوسمو خطوه هكذا، كانوا زوج ولا ثلاثه قدامي، قعد قال لي هذا الرمان تاعنا هذا. قلت له شوف يا سيدي سبحان الله. هذا، عطيت لك الساشي من الزلت من با ما عقبتش 100 طرا ولا صار الرمان هذا نتاعك، هيا بسلامه بالعافيه تربع. كنت خطوة الزوجة كنت داري كل شيء. ايه وهذا راه واحد من خوتنا المسلمين، هذا تول الجمع، صح، فهمت؟ هذه يعني هذه كأمثلة وهلم جرا. وهلم جرى للأسف الشديد. يا أخي نور الدين، واش نقول لك؟ بارك الله فيك، نخلو الفرصة للناس واحد آخرين بالك ما حابين يتكلموا. بالك لعود نغلقوا، كاين واحد الأخ كذا أمين هذاك غربي راه حاولت شحال من مرة ندخله سيرمون ما عقبش. البروبليم دو انت بارامتر، كبير واش انا المشكل عندك؟ كبير واش خربت بزاف لي بارامتر ومن بعد ساعه مارشي، ما بدلت بزاف دي بارامتر و في البارامتر، مشكلة في البارامتر، فوالا في لي خاطر هما بارامتر كاين كاين واحد. مرات يكونوا البارامتر هكذا بار ديفو، يبدا الواحد يتفلسف، فهمت؟ صح، يبدا الواحد يتفلسف، طلع منه هبط منه، يولي هو ما يقدرش صح، لا ميور انك تعاود ديرها كاع اديفو ومن بعد تعاود تريغلي غير بالعقل. اصبر تشوف ترى الاخ هذا قال لك انا معاق حركيا، عشت طفوله معقده جراء كلمه معوق، سمعتها من كبار ومن زملائي، واليوم اسمعها من اطفال صغار، وهناك من يقلدون مشيتي، فكيف تريد لمجتمع كهذا ان يتغير؟ ربي يكون معاك الاخ عادل، الله وربي يكون في عونك. يهنيك، وربي ان شاء الله يحفظك، وربي ان شاء الله ينورك، وربي ان شاء الله يعطيك واش تتمنى. شوف الاخ عادل هنايا في فرنسا وفي دول واحدة اخرى تكون خدام، خدام لما تصاب بعطب يغيروك لا كاتيجوري تاعك هذيك، وتصير ربما عندك منحة، فما بالك بالإنسان اللي هو مخلوق هكذاك. صح، المجتمع نتاعنا للأسف الشديد الأخ عادل وكل الإخوة اللي راهم يسمعوا فينا، كاين الناس اللي هما عادي يشوفوه يتقلق من حاجة برك، فهمت؟ شوفوه يتقلق، أنا نعرف واحد في المنطقة نتاعنا يتقلق من الساعة، كي تقول له أنت شحال راه الساعة يتقلق، هما يديروها له إكسبري ويوليو من كل جهة يعيطوا له شحال راه الساعة، شحال راه الساعة، شحال راه الساعة، يصير هو شوف لو كان بالك بعداء مكان. يلقى سلاح نووي بالك يضرب به. صح، حاجة عادي، إنسان عادي نورمال يخرجوه من حبال عقله، راك تشوف فيه من تتهضر معاه تخدم معاه تناقشه تعاونه، هو يجي يقول لك أنت مريض نفسي، تتحكي له تقول له على الصلاح نتاع البلاد، تقول له أرواح نتلاقاو، أرواح نتناقشوا، أرواح نتعاونوا، هو يقول لك أنت مريض نفسي، تاك غير غيرت من فلان باسكو داك عنده لجام وعنده تعليقات بزاف. يا ودي خاف الله، يا مانيش حاوس التعليقات، راني نقول لك أرواح نتعاونوا على البلاد. مجتمع الأخ عادل لازم خدمة كبيرة، لازم المدرسة والمسجد والناس كامل تخدم مع بعضها البعض، وإن شاء الله في المستقبل إذا كان تعاونت الناس إن شاء الله. تفضل الأخ عبد الله بالك نختموا البرنامج هذا. كل ما نقوله لخونا عادل، المجتمع والناس هذو كلهم هم المعوقين، ماشي انت المعوق. على كل حال وربي معك، وش نقول لك خويا نور الدين، ربي يكون معك ان شاء الله، ربي يسهل لك امورك ان شاء يا الله، خويا وربي مرة على مرة طلوا علينا، يساعدك ان شاء فهمت؟ الله باذن الله، ان شاء الله باذن مرة الله. على مرة طلوا علينا نديرو كش ما نقاش هكذا، نحاولوا حاجة اكيدة انه راكم تخدموا في خدمة مليحة واللي تنفع، والحمد لله. يعني إنسان، هذه الحاجة الصح، وربي سبحانه يبارك لك فيها ويأجرك عندك عليها إن شاء بزاف الله. تتبع فينا الأخ عبد الله. أنا تبعت الحوارات نتاعك بالك من في اليوتيوب 2010، بديت نتبعهم من 2010 في اليوتيوب في اليوتيوب، ونقدر نقول لك راني شايف قال الحوارات، مليح، وقريت الكتاب نتاعك. تكونت لك قناعة. أكيد قناعة، يعني أنا هنا نعاود نرجع لك، ندي لك 2 دقائق ولا 3 دقائق،
ما فيش انا مشكلة، تفضل. انا انا من انا نأيد نأيد الافكار من اي من اي مش ضروري نمشي مع الاشخاص، معناتها اليوم ما نوافقك في الافكار تاع اليوم ممكن غدوه ما نوافقكش في فكره تطرحها غدوه. صحيح، نعم. ونظن انه جزء كبير من المشكله تاع المجتمع تاعنا احنا الجزائري انه نتبعوا الاشخاص. مثلا تحكي على الناس اللي يحبوا هواري بومدين، يحب يصور لك هواري بومدين ملائكه 100% جامي غلط، تروح لجماعة عبان رمضان ولا كريم بالقاسم ولا أي أي تحمد ولا أي واحد، المهم ما تخربلوش فيه، المهم لازم تقول له باللي هذاك صحيح 100%. عندنا هذيك تاع ليديال، نحوسوا على ليديال الور كو ليديال ما كانش. راح سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، احنا كاع بشر نغلطوا ونجيبوا الصح. احنا مشكل تاعنا هذه هي دروك، تجي انسان سوا تقول له انت يا صح 10 على 10، تقول له فيك حاجة ماهيش مليحة يقول لك أنت يا راك أنت راك ضدي وأنت ماكش كذا وأنت ماكش كذا وأنت من الكلون الآخر وأنت كذا وأنت كذا. دونك المبدأ هو الإنسان يتبع الحق والقناعة. أنا كيما أنا ما نكذبش عليك، شغل تقول لي مثلا حاليا مسألة الانتخابات ولا كذا ولا كذا، والله ما نكذبش عليك، جو مو سون ميم با انتيريسي باسكو ما جو سي بيان باللي ماهيش هي اللي رايحة تبدل الوضع تاع البلاد، ولا كيما قلت مش أكيد. شخص رايح يبدل الوضع، نو هي أفكار. عندك مجتمع إيه لازم إيه صح يتبدل، العقليات لازم تتبدل. صح يا يعني شوف نقول لك، نعطيك كمثال. أنا علاش راني تما وصلت لهذه القناعة؟ ما وصلتش ليها هكذاك برك طحت عليا، فهمت؟ تجارب مريت بها، بالإضافة إلى أنه درست بعض المواد هكذا اللي أفادتني، ولقيت باللي باش أنت تكون قناعة لازمك تنظر لها من عدة زوايا. يعطيك أعطيك الصحة من كمثال عدة جوانب. كمثال كمثال درك مثلا كان أخونا عادل يحكي لنا على وش اسمه، على هذه القضية بالذات، هذه نتاع مصطلح نتاع معاق، معوق وعاق يعايروا بها صح. يعايروا بها هي على واش؟ باسكو درك شوف نقول لك، كاين واحد المصطلح يقولوه في العلوم النفسية بالفرنسية، يقولوا لهم لي ستيريوتيب. الاستيريوتيب ستيريوتيب تقدر تبحث عليها ويفيدك الموضوع هذا بلا شك. أكيد. هذا اللي اسمه الاستيريوتيب هذو بالعربية يديرين لها ترجمة هكذا، يقول لك الصورة النمطية. فوالا هاي ان شاء الله ندير عليها ان شاء الله برنامج، ولا ندير عليها ان شاء الله تسجيل هكذا، يكون ان شاء الله تكون افكار منهجيه هكذا على جل باش نفيدوا خوتنا. شوف هذا الاستيريوتيب هذو منين يجيو؟ يجيو من خلال اطلاق هكذا صفات وتصير متكرره، تصير هي تبرمج عقل الانسان صح ويصير هو مسلمة يصدر احكام مسبقه، فهمت؟ صح. كي تقول لك مثلا قال سباغيتي قال طليان، طليان صح، فهمت؟ ايه سباغيتي أفكار قال طليان، مسبقة. سير عندك عندك احكام مسبقه، فهمت؟ دوك قال مثلا المصالحه، تلموا الناس برمجت الناس قال باللي المصالحه تاع النظام تاع بوتفليقه، يجي ليك يهضر معاك قال المصالحه هذا تاع بوتفليقه، هذا تاع النظام، هذا بهضر معاك ولا ناقشك ولا صح حوس عليك ولا التقيت به، ما كاش، يجي هو مباشرة قال راهو كذا وكذا. لماذا؟ لأنه صارت الناس مبرمجة، مبرمجة عن طريق التلفزيون، فوالا عن طريق مبرمجة عن طريق التلفزيون الصحف، صح. مبرمجة. وغير لو كان جات راها مبرمجة، برمجة صحيحة، برمجة تاع للأسف تبلعيط، تتبلعيط وتاع كذب وتاع برمجة تاع تبلعيط. حتى صار درك مثلا قال الناس في النظام، نظام هذا مجرم. لماذا؟ لأنه كاين واحد آخر مجرم، الناس تعتقد باللي راهو هذاك في النظام راهو مجرم. لا يا أخي، كاين نظام صح. كاين فيه الصالح وفيه الطالح. والله قال مثلا دوك هذا إسلامي، شوف فيه إنسان قال متخلف يشرب في بول بعير، راهو عايش في قرون ما على باليش هكذا، راهو إنسان حابس في راسه، راهو كذا. لا لا يا أخي، راك غلط في حسابك، فهمت؟ لا ولا قال الإنسان دوك مثلا كي نقولوا احنا حلا في على مسيحي ولا فرنسي، قال راه المسيحيين كامل هكا ولا الفرنسيين. لا، كاين ناس نتاع خير وكاين ناس
ما لو كان يعني يحبك ربي ما يقعدكش معاه. أكيد هذه هي أكيد المسألة. إذن لازم لها خدمة، هذه الأمور هذه ما تتغيرش غير هكذاك بين عشية وضحاها. لازم لها خدمة كبيرة صراحة، لازم لها خدمة كبيرة. والخدمة الأساسية أنك تبدأ، هذه هي تبدأ من الإنسان بنفسه، هو تبدأ من عندك أنت، من عائلتك، شوف نقول لك، من أصحابك، من أقاربك، وتتوسع. انا لو كان لقيت ناس يعني لو كان لقيت ناس يعني هما عاونوني، تعاوننا مع بعضنا البعض، هو انه كانت هناك قناة فضائية اللي هي نتاع المصالحة، الهدف نتاعها يا هي ريت. هكذا، تزرع المحبة، تزرع الأخوة بين الجزائريين، تعمل من أجل اللحمة، تناقش مواضيع مختلفة، مواضيع علمية، مواضيع تتعلق بالأمور النفسية، كل شيء، ما تتجاهل لا الطفل ولا الشيخ ولا الشاب، والله تكون قناة عامة، والله العظيم غير يكون فيها خير كبير. مش بالضرورة أن نكون فيها، مش بالضرورة خلاص أكون أنا فيها، لا جميل. حتى مجرد تقني، تكون أني قناة سمعت المهم أني سمعت من أجل الطرح خدمة نتاعك في البلاد، الموضوع. فهمت؟ من أجل خدمة البلاد، قناة نتاع المصالحة، يلتقيوا فيها الكفاءات يا سيدي، يجيبون أحسن الصحفيين، أحسن الدعاة، أحسن الأطباء النفسانيين، أحسن الرياضيين، ونحاولوا إن شاء الله من خلال النقاشات هذيك شيئا فشيئا شيئا فشيئا، كي الكرة ديك تاع الثلج هذيك تتكربع تتكربع، حتى إن شاء الله ندفعوا العجلة إلى الأمام، فهمت؟ أما هو أنك أنت درك تخلي هذه المجالات، تخلي هذه الفضاءات، راهم رايحين ياك تشوف الشيء اللي راهو صاري، يعني ابتزاز، كذب، تبلعيط، تشويت، خرب تاع البيوت، كذا، ما كاينش كلام فايدة، تسمع واحد ساعة هو يتكلم ما تجبدش منه فكرة. صح، أمور واضحة للعيان. أنا البارح ولا مقبل البارح درت موضوع هذاك تاع الابتزاز، ما قدرتش نشارك فيه. والله العظيم تشوف، يعني تشوف كاين واحد عباد تكلموا ويطرحوا واحد المواضيع، ويجيك مثلا جاو شي ناس هكا يقول لك باللي انت شكون، وانت وين انت جيت، وفلان ما تهضرش شي فلان وفلان. يعني ما نكذبش عليك، شغل ما جي بابي، ما قدرتش ناسيستي، باسكو كان عندي لونفي باش نريبوندي على السيد هذا. خدم مخك غير شويه، خدم عقلك غير شويه، غير شويه برك، مش لا ما تضمنتيش حاجه كبيره كما قلت انت. واش انا راني بعيد 2000 كيلومتر وقاعد نجبد لك في لي دوسي، واش راهي صرا في بالشهر وفي اضرار، عندي جن انا يخدم معايا ولا امور واضحه وضوح الشمس. مي ولكن للاسف كما قلت، الناس ديجا راهي مبرمجه واستغنات على العقل نتاعها وعلى النقد وعلى، ما عندوش، ما كانش ايه، واش راني كنت نقول اللي لك، قلت يجيبها لك له من لي فلان. كليشي هذو، من لي كليشي هذه، ومن هذه الامور اللي اها كنت احكي لك عليها، هذه الامور النمطيه هذه، سير هذيك الانسان هي بالضبط. مبرمج، تلمو من التكرار من التكرار من التكرار، بالتضليل سير هو مبرمج، فهمت؟ سير هو صح مبرمج، راسه حابس، راسه جامد، ماهوش يفكر. انت كيفاش هذا قدرت انت تعرف واحد باللي راهو ظهر البارح؟ ايه يا سيدي، معليش مش عيب، قال مثلا انا ما تعرفنيش، مش كيش اشكال خلاص نهائيا، قال انت خدم راسك، العيب، العيب في سمعتني هذا الشيخ، التهجم، العيب انك سمعتني هذا تهجم على الشخص الناس. هذا، قال والله ترانسقسي عليه، قال والله ترانسقسي عليه بأدب، قال تتصل بواحد ما تعرفه، قال السلام عليكم اخويا، والله العظيم من راني سمعت الشخص هذا راني حبيت نتعرف عليه برك فقط هكذا، ولو للفضول، قال لي اذا كان تعرفه والله هذيك ماذا بك، بأدب باحترام، هو لا ما يجيش هكذا، يجي يهضر لك في هضرات كذا، انا واش ندير لهم؟ بلوكي وفوت، ما نهضر معاه والو، نص كلمه ما كاينش، سي بلوكي نورمال، ومشي، ما بلوكي تقدرش ومشي، تحكي مع بلوكي قاع ومشي، الناس هادو، دور هو تهضر مع واحد راهم عنده ديجا عقل مبرمجين. راهو يفكر، تهضر مع واحد عنده عقل راهو يفكر، راهو يخدم صح فيه مخه، وكثير من الناس انا اللي طلبه جامعات جامعات وناس يعني ما شاء الله عليهم، والله تهضر معاهم قسما بالله غير نسمع برك نستفاد، يجي واحد صح يهضر لك وراه ما هو فاهم فيها حتى حبه، هذاك هو المشكل اللي صرا تلقاه معاه، ما هو فاهم فيها حتى حبه، داخل في تناقضات لها اول وليس لها اخر، ويجي تشكون، توش تخدم،
وشكون اللي بعثك، انت هي الموساد من وراك، انت هي من فرنسا هي من وراك، ايوه انت كذا راك كذا. قلتها، ما هو لماذا؟ فاهم لانه ما فيها عندوش والو، ايه ما بروغرامينغ هو فاهم والو، لا والو في والطامه دماغه. الكبرى انه شايف روحه باللي هو عنده الحق. هذه هو المشكل، تلقاه ما هو فاهم والو وشايف روحه باللي هو عنده الحق المطلق، وانت ماك فاهم والو، واش رايح تحكي معاه؟ انا ابار كيما قلت، ابار تبلوكي وتفوت الحاجه واحده اخرى، ما كاش حل واحد اخر. الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بأبحاث تطوير، ما نيش نقصد أن كل الناس راها مبرمجة. الأخ الكريم، كاين ناس راها مبرمجة، مانيش نهضر على كل الناس، كاين ناس راها مبرمجة. والقضية نتاع القناة وحدها لا تكفي، فهمت؟ هذا المشروع اللي أنا راني نهضر عليه مشروع شامل، تسمى القناة هي تكون وسيلة إعلامية اللي تقوم بالدور الإعلامي، لكن في المقابل لازم تكون هناك لقاءات، لازم تكون هناك نشاطات. مثلا هذا الأخ هذا اللي راهو درك مثلا هو أصيب، فرق بين هو أنك أنت دير معه حوار وتسمعه، وبين هو أنك أنت تروح تزوره في داره، فهمت؟ فرق كبير. الوسيلة الإعلامية هي تقوم بالدور، هو أنها تسمع للناس هذو الضحايا، الناس المظلومين، الناس المقهورين، في المقابل راها هي تنبه في الناس اللي راهم في السلطة، أو الناس ربما يقدر يصير هو أنه قال مثلا واحد راهو في السلطة ما لحقوش الملف تاع الشخص هذاك، راهو حقر واحد في المنطقة نتاعو، ولكن على مستوى عالي راه ما لحقهمش الملف هذاك، يقدر يصير. أنت من خلال هذه الوسيلة الإعلامية هو أنك أنت تبلغ، انت هو انك ترفع المعاناة، ترفع الانشغالات نتاع الناس هذو، باش يوصل هو الملف نتاعو ولا توصل القضية نتاعو للناس. ولكن في المقابل كاين ناس اهل الخير، وقال مثلا في منطقة معينة قال راهو كاين واحد ملياردير، لما انت تقدر انت تأثر على الملياردير هذاك من خلال البرامج التثقيفية والفكرية وكذا، قادر الملياردير هذاك بان كنت شي تليفون، فهمت؟ يا سيدي هذا واش خصو؟ سكنه. اي يا بني له سكنه. صح فهمتني؟ وهكذا. والبرنامج هذا شامل، هو مش غير خاص فقط بالاعلام. الاخ عادل ما هيش هذه الامور احنا اللي نهضروا عليها. فهمت؟ ماشي، هذه الامور احنا اللي نهضروا عليها. شوف، كاين رأس مواقف، المال هو الشخص. كاين مواقف القناة هذه تكون يعني يكون وراءها فريق من المختصين في المجال الاعلامي، في المجال تاع الشؤون الاستراتيجية، الناس يخطوا، فهمت؟ ماشي قال تمشي هكذا، قال افتح لايف وخلي الناس تهضر، نو. تكون يعني فيها مكتب نتاع دراسات. احنا صح هذا الشيء اللي راني نعمل له، الله غالب احنا نطلقوا معايا يا جماعه، ومن بعد لقيت روحي وحدي، لانه كاين الناس كانوا هما يحوسوا على دي تيتر هكذا، لقيت روحي وحدي. فيما بعد لقيت روحي وحدي، وليت نستعمل في امور تاعي الخاصه، وفي الاموال تاعي الخاصه، على جال باش ندفع الامور. علاش انا قبل يسالني واحد على الاذاعه تاع وطني علاش وقفت؟ وقفت على هجري، ما عنديش امور ماديه، ما عنديش، فهمت؟ احنا في الاول اتفقنا باللي درنا مؤسسة، فهمت؟ مؤسسة فيها اقسام، قال مثلا القسم الاجتماعي، قال هاو القسم الاعلامي، قال هاو القسم نتاع الثقافة، هاو الامور الاخرى، فهمت؟ قسم خاص بنتاع الكوادر هذه في الداخل وفي الخارج تاع الاطارات. واتفقنا وتناقشنا عدة مرات وكذا، وانطلقنا درنا اللي اسمه الجانب الإداري التنظيري. ولما بدينا نمشيو للعمل الميداني، يجيوك جماعة عن طريق الإذاعة نتاع وطني داروا جمعيات، فهمت؟ يروح انت يشوف لك واحد هذاك، يروح يتصل به قال أرواح أرواح معانا، ندخلك معانا ومنا، صاروا يكسروا في العمل هذاك اللي نقوم به أنا. ومن بعد قال انا نجبد روحي، انا في مرحله تقول لي انت علاش جبدت روحك وعلاش شنو، ودوك علاش رجعت. يجي واحد، كاين الناس اللي دوك انت قال مثلا ناقشت انا السيد هذا،
يقول لك علاش انت تناقش فيه في هذا الوقت بالذات، فيلسوف يا سيدي، وين كنت انت هذه وعلى السنوات هلاله، لما كنت علاش انا ما نناقش فيها تناقشوا؟ الناس؟ شوف يعني كيفاش الناس كيفاش تفكر. ربي يبارك فيك الاخ الكريم، الاخ اللي ترمز اخ عادل، اتمنى هو ان راني اعجبتك. المساله ماهيش سهله، ولكن في المقابل ماهيش مستحيله. لو كان تكون فيه، هاك شوف نعطيك امثله برك، فيه هذيك نتاع جمعيه يسموها نتاع كافل اليتيم في البليده، شفت واش داروا؟ شفت واش داروا؟ ربي يبارك فيهم وربي يزيدهم وربي يعطيهم، يعني كمثال برك. هذيك علاش قائمه على فكره، هي والمصالحة راها تجمع كل هذيك الأشياء، هذه تجمع كل الأفكار. لو كان راها يعني تلقى ناس فعلا تتبنى هذا المشروع وتوقف به، والله المعجزات اللي تصرى في الجزائر غير ربي اللي على باله بها. لكن للأسف الشديد هو أن الناس يعني ماخذ الأمور مأخذ نتاع، وأنا إن شاء الله راني نقي في الكتاب لأنه راني عاودته، راه ان شاء الله يكون اقل من 200 صفحه هذه المره، ويكون خالي من هذيك الشهادات اللي موجوده، وطورت يعني في بعض الافكار هكذا، زدت وضحتها اكثر، وان شاء الله اذا كان لقينا ناس عاونونا والله هذيك ان شاء الله نعاودوا ندير له اصدار جديد، وان شاء الله رانا ندفعوا لعل الله كش ما نلقاو خيرين من خلال الانترنت. بالك لربما في وقت سابق كانت الناس ماهيش كامل تستعمل في الانترنت، الان الحمد لله راها في الجزائر راها كثير من الناس اللي راها صارت عندها الانترنت، لربما كش ما تبان فئات جديده، تبان طاقات جديده، كفاءات جديده، وان شاء الله ندفعوا الامور الا ما هذا هو الشيء اللي احنا رانا نحوسوا عليه. أكيد أكيد، إن شاء الله ربي يقدركم على الخير امين يا رب. المهم الاخوه ويقدر والاخوات، جميعنا إن شاء كان الله. نقاش مفتوح، ما كانش يعني موضوع محدد، كنت درت حوار من قبل راهو موجود على الصفحة نتاع المصالحة الجزائرية مع الأخ من المنطقة نتاع القل، المنطقة نتاع سكيكدا، درت معاه حوار، هو واحد من الضحايا نتاع المأساة، كانت انفجرت عليه قنبلة، ودرت معاه حوار يعني فقط على جل باش نوضحوا بعض المسائل هكذا، بحكم وأنه راهو عايش في الخارج وراهو يعالج. بعثنا بعض الرسائل من خلال هذا الحوار، نتمنى وأنه تكون فيه ردود فعل إيجابية. الصفحة راها مفتوحة للجميع، والهدف نتاعها هو خدمة الجزائر. بإمكانكم هو أنه تتصلوا بي، وخاصة من هذا الناس اللي هما ضحايا، سواء من الناس اللي عندهم توجه إسلامي ولا توجه علماني، ولا ما يهمنيش أنا فيه وش يكون، المهم عندك قضية، عندك مظلمة، صفحة نتاع المصالحة راها مفتوحة، أرواح نناقشوك نحاوروك، وإن شاء الله راهم كاينين ناس شرفاء. أنا يعني عندي إيمان باللي كاين فيه شرفاء في الجزائر، سواء في الشعب ولا داخل هذا النظام، وإن شاء الله ربما ناس راه عندهم مظلمة ولا ذيك، بالك ترفع المظلمة عليهم وتعود لهم الحقوق نتاعهم. أخ أحمد بوموز، قلت لي مشروع المصالحة الوطنية هو مشروع ذو كلمة كبيرة وناجح دائما، بسببه توجد كثير من دول إفريقية خرجت من أزمتها الأهلية، منها دولة غامبيا مثلا، ولكن في النهاية يبقى مسألة قرار سياسي فقط. لا 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 الأخ الكريم، هذا المشروع احنا اللي نحوسوا عليه لا يتعلق بالقرار السياسي، فهمت؟ هذا ثقافة نلحقوا ليها، ثقافة نلحقوا ليها، ولكن نمر بمراحل، فهمت؟ لازم يتغير نظام، يجي نظام جديد، فهمت؟ يجي نظام جديد، النظام هذا اللي راهو الآن كاين بعض من الناس ما مش فاهمين حتى كلمة نظام وش هي. شوف نعطيك كأمثلة، قال مثلا واحد راهو يدير في ريجيم، فهمت؟ قال ياكل مثلا الصباح برك، راهو عنده نظام،
ويمشي عليه، ياكل غير الصباح برك. لماذا؟ لانه راهو يحوس، هو قال مثلا ينقص في الوزن نتاعو مثلا، بعد شهر او شهرين السيد هذاك زاد تنفخ. النظام هذاك لازم يبدلو، فهمت؟ من بعد هو لما يبدل النظام هذاك اللي راهو دايرو، قال مثلا يولي هو ياكل 3 مرات في النهار، ما ياكلش بين الوجبات، بعد شهرين ولا في شهر ينقص ب 15 كيلو. النظام هذاك راهو لا يقبيه، فهمت؟ كمثال برك بسيط على جال باش نقرب لك المساله. درك هذا النظام لو كان قال مثلا دوك راه من الجزائريين متخاويين، راه المستشفيات ما شاء الله، راه الجامعات ما شاء الله، راه الدراسه والعمل والصحه والرياضه، وراه كل شيء ما شاء الله. قال كيف تشوف الشباب يا صاحبي كيفاش راه تاجر، راك تشوف الطلبه، راك تشوف الاطارات، تلما تشوف انت طبيب يضرب بمارطو، فهمت؟ واحد يسيحوا له الدم نتاعو، وتشوف المقابل انسان عربيك، تشوف انت انسان كذا حاكم لك مسؤوليه كذا. يا صاحبي هذا نظام، نظام فالس، نظام شوف وين راه وصلنا. بالتالي احنا نحوسوا نغيروا نظام، يجي نظام واحد اخر، نظام واحد اخر. اشخاص لما انت تغير لي شخص ما تغير والو، جيب انت شخص تحط شخص في بلاصه ما تغير والو، النظام لازم يتغير، تجي عقليات واحده اخرى، شيئا فشيئا ان شاء الله نجسدوا مصالحه. حوش يا خويا، احنا عندنا الدين، احنا مسلمين عندنا الدين، ربي قلنا والصلح خير. راه كاين في واحد الحديث وين انه يتحدث على اسمه الاصلاح بين الناس، هو عند ربي اكثر من الجهاد، واكثر من الصيام، واكثر من الصوم، واكثر من الله. ربي هو يأمر بهذا المصالحة، فهمت؟ والصلح خير. أفارقة، احنا لو كان احنا نتبع طريق ربي فيما يتعلق بالمشروع تاع المصالحة، ربي هو اللي ألف بين القلوب، تسعى فقط، تسعى من أجل على جل باش تدفع الناس باش تتحابب وباش كذا من خلال برامج، ولكن فيما بعد ربي هو اللي يوفق. توفيقك إلا بالله. صح الأخ اللي قلت لي، صحيح صحيح الوقت صعيب بصح ماهوش مستحيل، مش مستحيل لو كان تكون فيه إرادات. يا سيدي توكل على ربي برك، توكل على ربي، يقول بسم الله ويلا أرواح مع بعض. أنا ما رانيش نقول لكم أنا القائد نتاعكم الزعيم نتاعكم أرواحوا تبعوني، عمري ما قلتها وما نقولهاش. أنا راني نقول لكم أرواح ونتعاون مع بعضنا البعض على جد باش نغيروا الأمور إلى الأحسن، صيروا نرجعوا اللحمة للأسرة، نرجعوا اللحمة للمجتمع، صيروا الجزائريين يتأخوا مع بعضهم. ماشي واحد قال يسمع كلمة جزائري قال أب 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 بدل الطريق، هم هنا حوسوا هو أنه نتأخوا ونتحابوا مع بعضنا البعض ونخدموا مع بعضنا البعض. سمير واش راك لاباس؟ راه مازلت عندكم الشمس ولا؟ انا بغيت نعرف علاه بغاو العهد الخامسة، هل عندها علاقة بإسقاط نظام الاشتراكية للمرحوم هواري بومدي؟ كلام ما عنده حد الاساس لا راس. اسمح لي الاخ سبحان الله. ولا يا الاخ نور الدين، هي المسعى هذا تاع المصالحه والتغيير هذا ضروره موش اختيار، ما عندناش اختيار. انت تمشي فيه ولا تمشي للفوضى؟ تمشي للفوضى وتمشي حاجه واحده اخرى، ما كانش حاجه واحده اخرى، ما عندكش بديل واحد اخر قال راه اون بلاس وراه راك تقارع منه حاجه مليحه، ما كاين حتى حاجه، راك شايف باللي راهي رايحه للأسوأ. يعني تمشي فيه هو اما انك تمشي للفوضى العارمه، صح؟ هذا هو الشيء اللي دوك راهو ينتظر، يا اما هو انك تكون اصلاح حقيقي في كل مجالات، وهذا الاصلاح هذا لا يتم بين عشيه وضحاها، واما انك تمشي للحيط. هذا الاحتقان اللي راه موجود هذا راه يدير الواد، تشوف انت يرحم والديك، تسمع انت في قناه النهار
انيس رحمن يهضر مع كولونال ويقول له قول بشير طرطاق وقول له كذا، والاخر كيف كيف، الاخر يقول له نحي المقال وكذا وحمر لي وجهي وكذا. وين راك رايح؟ وين راك رايح؟ غدوة تخيل انت غدوة تطرطق، تخيل انت غدوة تطرطق، شكون اللي راح يحكمها؟ راح يهضر بوتفليقة، بوتفليقة انتهى خلاص، قضى المدة نتاعو وانتهى، الآن هما راهم يستعملوا في المنصب نتاعو. الأخ اللي قلت هذاك لي أمر الغلطة في مفروغ الشعب، منه، هذاك الشعب أمر أيضا مسلم هذاك يعني. يتحمل المسؤولية نتاعو. ربي يبارك فيك الأخ سمير، شحال راه عندكم ساعة؟ كيف قلت لي الأخ عبد الله؟ أنت حكيت قلت إلى تفجرت الأوضاع ويتكلم بوتفليقة، ولا بوتفليقة يعني أموره راهي باينة دروك، يعني ما راش ندخلوا في النقاش عليه، أموره راهي باينة وهو باين باللي راهو ما على بالوش كاع باش كاين، وحنا باين نكذبوا على روحتينا ونقولوا راه مليح وراه يسير وراه كذا، هذيك حاجة واحدة أخرى، أنا ما نكوسيونيش في الحديث هذاك. تبقى الآن مسألة أنه الإنسان، كل إنسان لازم يسعى من واقعه هو ومن جهته هو، انه يسعى للخير ويسعى باش يجسد مشروع، هذا مشروع مصالحه رايح يفيد كاع الناس، الحياه اليوميه للشعب وللدوله وللاجيال القادمه. والانسان اللي راه يتفلسف حاجه واحده اخرى، تاكد باللي راهو عنده حسابات شخصيه موش مقتنع بها، راه يمشي في طريق هو على باله او فون دو لوي باللي سي فو، بصح راه يخدم في مصالحه نسبيه. قال لا هو العهدة شوف، هذه أنا هو نقول لك الأخ عبد الله، شوف في القضية هذه نتاع المصالحة، المصالحة اللي دارها النظام ما كانتش على أساس صحيح، كانت أبدا، عبارة عن قرار سياسي. قرار هذاك سياسي القرار و السياسي كان نتيجة، أصبرني، كان نتيجة بين يعني نقاش صرا بين مجموعة نتاع المخابرات اللي كان يمثلهم إسماعيل العماري ومدني مزراك، فهمت؟ ومدني مزراك كان هو في تلك المرحلة كانوا دايرين واسمه هذاك ربح كبير على أساس أنه عضو قيادي في الجبهة الإسلامية، والله خذوا المبادرة وفيما بعد اتفقوا إلى، وصلوا إلى صيغة، فهمت؟ من أجل تخفيف العبء نتاع المأساة. أنا لا أقول من أنه قال هذاك المسألة قال ما حققتش النتائج. شوف هذيك المسألة، خاطر كاين بعض من الناس اللي هما لما ينظر للمسألة ينظر لها كل ولا ما كانش خلاص، أنا مانيش من لا لا هذاك النوع. نيشان شوف رغم أنه هذاك الإجراء هو ما دارش مصالحة حقيقية، كان ناقص ولكن تخيل أنت لو كان هذاك الإجراء مثلا ما تمش وجات الأحداث تاع سبتمبر، تخيل يعني هذاك بها غير الاجراء هو جاء قبل الاحداث تاع سبتمبر، واش كله راهم رايحين طبيعي. يديروا؟ قسما بالله لو كان ضربوهم بالنابال كان واحد مقعد، ولو كان نشوف راحت الزت حرقت، راهو انقذ هذاك الاجراء مع انه ناقص، راهو انقذ ارواح، راهو ساهم في التخفيف من العبء نتاع المأساة، ساهم. صح قال مثلا كانوا رايحين يموتوا مليون، ماتوا غير 250 الف مثلا، المهم ساهم، ولكن الإجراء هذاك ما حلش الأزمة، فهمتني؟ وهذه هي سنة الحياة، يعني إنسان يجي يبني على النقائص اللي كاينة، يصلح النقائص اللي كاينة، هذه هي. لا المهم الوشم المصلوق اللي قلت لك، المشروع نتاع المصالحة ما كانش على أساس صحيح، خطر عليه أكيد قلت لك أكيد كان ما كان. نتيجة تاع قرار سياسي اتخذ في أعلى هرم تاع السلطة، وبالتالي المصالحة اللي رانا نحكيو عليها هاك تشوف فيهم درك راهم صاروا مرة على مرة، ولاو ياخذوا من بعض الأفكار اللي كنت نقول فيهم أنا، ولكن ما عندهمش الشجاعة باش يقولوها. دوك لو كان تقولها لواحد يقول لك هذا هو مريض، لكن هذه هي صح الحقيقة، فهمت؟ احنا الآن تحدثوا على قضية تاع المصالحة وأنك توصل ليها كنتيجة، فهمت؟ مصالحة تلحق ليها كسلوك كثقافة، مصالحة ولات مصالحة مغاربية وعربية ودولية،
ولا وهاك تشوف فيهم ساعة ساعة وقال واش قال احنا راه مصالحة ومصالحة الجزائرية ورانا ولينا احنا يا سيدي رايحين نحلوا مشكلة بين ليبيا وكذا والمصالحة الجزائرية. يا لعن بليس يا راجل، شو المصالحة انت حققت انت المصالحة في البلاد باش انت تحقق انت المصالحة المغاربية؟ مصالحة في البلاد ما درتهاش، مصالحة باش تلحق ليها لازم تكون مؤسسات نتاع دولة، مؤسسات شرعية، فيما بعد انت تعود المظالم تعطي الحق لأهله. وكاين بعض الناس يشوفوا فيها على أساس أنه عودة الفيس ما عندها حتى علاقة بالفيس، هذه المصالحة هي مصالحة شاملة في الأمور تتعلق بالتاريخ، هذه نتاع الأمازيغية نتاع بني مزاب، مشاكل اللي راها موجودة في البلاد اللائكية، كل هذه المشاكل اللي راها موجودة في البلاد يعالجها الموضوع تاع المصالحة، كل المشاكل بدون استثناء يعالجها الموضوع تاع المصالحة، مصالحة حقيقية في جميع الإطارات، في جميع المؤسسات، في جميع فهمت نلحقوا ليها إن من شاء هذه الله. الجهة، ولكن هذا العمل اللي يجي إن شاء الله وحدة بوحدة. أخ سمير، واش من مصالحة بوتفليقة هي مشكل في حد ذاتها فوق المشاكل التي كانت موجودة أصلا. إيه يا حسرة، قال له المصالحة بين الشعب كاينة، اتق الله يا الأخ نذير. واش من انت هذا اللي يقاري واحد قدامه يعطيه بدماغه تقول لي انت يا مصالح بين الشعب كاينه؟ اتقي الله. اللي راه الاخ اللي راه يتكلم على المصالحه بين الشعب، انا نقول له شوف، روح شوف، غير تبع غير شويه المشكل تاع الفرق تاع كره القدم في الجزائر، يعطوك الخبر. ايه وش المصالحة انت؟ المواطن هو ياكل في خوه المواطن، المواطن يحقر في خوه المواطن. على جال حاجه ما كانش، الشعب قاعدين متقاتلين في بعضهم على امور. الأخ ولا الأخت اللي ترمز للاسم نتاعك بمفيدة مدين ولا ما فيش مشكلة، الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك ولا الأخت اللي ترمز للاسم نتاعك بمفيدة مدين، العائلة نتاع التوفيق ولا؟ الأخ نور الدين، أنا ما بقاليش الباتري نتاعي طاحت لي، ربي يبارك نخليكم فيك الأخ عبد الله، فرصة أخرى إن شاء الله. نبقى، الله يبارك فيك، نبقى نتبع فيكم على شكرا، الجهاز حتى أنا كونفيدونسيال إن ما شاء الله. نطولش بزاف، نزيد شوية ونمرة. ربي يبارك فيك، هيا شكرا شكرا. شكرا. وعليكم السلام الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بجيمي. ما فيش مشكلة، أرواح برك، ما فيش مشكلة، أرواح يا سيدي، وتكلمي الأخت كي تكون عندك لا كونيكسيون مليحة برك. السلام عليكم. وعليكم ألو، السلام ورحمة السلام الله. عليكم. أهلا، وعليكم السلام. حبيت برك نشارك. أنا مفيدة من الدين مش مدين. ما فيش مشكلة، مرحبا بك. المهم أنا من المتتبعين تاعك، عندي درك واحد العامين مرحبا يعني بك. للصراحة تبعتك في اليوتيوب، كنت نتبعك في معليش. اليوتيوب، ما كنتش على بالي اسما اصلا، الفيسبوك قطعت عليه فتره، ولكن كنت نتبعتك على مستوى اليوتيوب يعني نشوف، يعني وبكل امانه ومش غير لانك في وجهي، ولا نشوف بلي القراءه تاعك تنطبق على ارض الواقع. كل حنا نتكلموا في القراءات الواقع. اللي شفتها، ايه انا نشوف الناس تعطي توقعات، فرق، كاين فرق، كاين فرق يا استاذي الكريم بين انك تعطي قراءة وانك تعطي توقع. نعم، فرق بين الواقع القراءة والتوقع. ايه صحيح، قراءة، انا لاحظت القراءة اسمها هي تحقيق. خليني نقول لك، بما انك انت على بالك في الميدان وكذا، نقول لك ان تحليلك السياسي او تحليلك للاوضاع بين هالتين يعني يكون دقيق، ان لم اقل مطابق. بهانا، بما يقولوش بالك دقي يحسبوني شيات عليك كل حاجة، لا 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 ولكن
هي يعني انا ني بالك اني اول مره اني متبعه اني ندخل للصفحه ونشوف وكذا، ولكن حناك تعرف لاحظت وبكل صراحه يعني وشهاده لله ماشي اللعب، انك كل القراءات او كل التحاليل السياسيه تاعك هي يعني مطابقه فيما يخص الموضوع تاع بزديره. انا واحده من الناس ونشهد لك وشهاده لله ماشي للعبد انك انت اول من تطرق له الموضوع وعندك بزاف من اللي حكيته. انا كنت ما نعرفوش، وانا واحده من الناس عرفته عن طريقك من الفيس من في اليوتيوب نهار حكيت عليه انت، بها رحت شفته انا ودخلت ليه وشفته درك عندي مده عام عام وسبع شهور عرفت انا هذا بالزديره. فيما يخص المصالحه، مصالحه انا حبيت برك موضوع تاع السيد نعيمه صالحي، راهي نشوف فيها باللي راهي تهضر وتقول انا تاني كراني بالمصالحه. يا هل ترى مصالحه انك انتي تنوح تروحي ديري تجمعات بغض النظر عن البرنامج السياسي او عن الجهه التي تدفع بك انك تطرح لك في الافكار، انت يا كي تقولي انا مصالحه مصالحه وطنيه، شو معناتها المصالحه الوطنيه؟ انك تحاولي لم شمل الشعب، احتضان الشعب وعدم الخوض في حساسيه الامور. علاه انت تروحي تهضري تثيرين الشعب؟ انا في نظريه انها هي راهي كما نقولوا حنايا تخربش هكا في الشعب في قضيه القبائل، قضيه اللغه، قضيه الهويه، قضية البسملة. القضية هي كما راهي تقول راني ضد السيد، نهضروا حنا من الناحية التربية لأنه التربية هي أهم شيء في أي دولة، في أي دولة اللي يحب يدمر الدولة أو مجتمع معين يروح له للتربية والتعليم. هي راهي تهضر على وزيرة التربية سيدة نورية بن غبريت، أنا نقول لها حاجة، هي الوزارة ماهيش نورية بن غبريت باش نكونوا واضحين، انا مانيش ندافع عليها ولكن نهضروا حاجه نهضروا يعني كوجهه نظر، وهذه وجهه نظري قادره صحيحه قادره غلطه. انا هذه وزيره التربيه كي ننقد، ما ننقدش الوزيره ننقد الوزاره بما فيها الديوان بما فيها الهيئه اللي تقوم على الطبع. علاه ما كتطرقش لهذه المواضيع؟ ولا راني غلطة؟ علاه تهاجمي الشخص؟ وانا لاحظت بلي هنا يعني بكل صراحة في الجزائر وبالخصوص في السياسة يعني اللي هي ما كانش قواعد سياسية، ما كانش معارضة سياسية، احنا ما نقولوش، احنا نقولو التهريج السياسي مع احترامنا للاشخاص، لكن نهضروا ونناقشوا افكار ونناقشوا افعال ميدانية، ما نناقشوش الاشخاص في الشخص في حد ذاته. ما راهمش يقوموا تلقاهم يهاجموا الاشخاص في حد ذاتهم، شخص معين هكذا فلان فلان فلان. علاه ما تناقشيش شخص في فكره؟ يا علاه هي السيده الوزيره كما نقولوا حنا على قضيه البسمله او قضيه الامازيغيه او بعض المواضيع التي يعني استحي ذكرها يعني واحتراما لك وللمستمعين، انهم يطرحوا في افكار من المفروض تقوم عليهم هيئة وطنية اللي تقوم على الطبع ولا للناس المتخصصين في الطبع الديوان وكذا. هي هضري ناقشي كيما نقولوا حنا المقررات، ناقشي المواضيع، ما تناقشيش الأشخاص والأفكار وما تناقشيش الشخص. حنايا على بالك وقتاش يمكن، أنا حسب نظري وقتاش حنايا نحطوا في رواسينا ويمكن نقدموا خطوة للأمام، هي نهار نحبسوا الانتقاد الاشخاص ونقوموا بتطبيق الافكار. واحد ما يقدر يطبق لك فكره تاعك وما تقومش المبادره انت بشخصك، واحد ما راح يتبنى لك الفكره تاعك. ولا راني غلطه؟ كل واحد يحوس يفرض الفكره تاعو. ولكن انا كان المصالحه الوطنيه انا نشوفها هو بشيء ليس بالبعيد. مثلا هل يمكن انه انا حبيت نطرح برك واحد السؤال ونتمنى انك تجاوبني عليه بما مشكلة. انك انت متتبع لله. فيما يخص نحن حكينا شويه على السياسه وما يجري في السياسه وما يسمى نعم. بالوفاق الوطني. الوفاق الوطني توافق التوافق تقصدي التوافق الوطني المقري اللي داروا اسمه تفضل مقري التوافق نعم. وش يقصد به؟ انا مازلت ما فهمتوش وش يقصد بالتوافق الوطني. يعني انا حسب ما فهمته انه التوافق يعني هو لم الشمل السياسيين والخروج برأي معين، ولا وشنو هو هذا التوافق لا السياسي؟ أعتقد، لا أعتقد
أنا كي انا قال شوفي هو نقول لك، التوافق السياسي. شوف نعم شوفي راهو كاين برنامج درناه على الاذاعه نتاع وطني قبل ما يحكي عليه مقري، راهو شفته. منشور في الصفحه نتاعي، التوافق الوطني هو موجود في الصفحه نتاعي. الطرح نتاعو هو طرح محدود، طرح محدود وما يعالجش المشكله، ما يعالجش الازمه بالجذور تاعها. هو تسمى شغل كانه شغل حاجه نتاع سكور هكذاك، فهمتي؟ يعني نعقبوا بها مرحله، لكن ما يعالجش المشكله من الجذور تاعها. احنا دركا محتاجين لمعالجه الازمه من الجذور تاعها. البريكولاج هذاك والتطباع راح والهروب الى الامان هذاك راهو رايح غير يزيد يعقد في الامور، فهمتي؟ احنا الان ايه محتاجين الى وقفه شامله مع بعضنا البعض، فهمت؟ محتاجين على جال باش حنا نقفوا بالبلاد مع بعض. هذا الناس اللي هما أكيد. درك مثلا مقري ولا ذيك، انا لا اشك في الكفاءه نتاعو ولا في الوطنيه نتاعو ولا، ولكن هو راهو اذا كان درك حنا نتحدثوا على التداول السلمي على السلطه ونتحدثوا حنا على كذا، يا خويا انت راك شاركت، شاركت. نعم الا ما كنتش انت نعم وزير راهم كانوا معاكم، كانوا معاك ناس وزراء، راك كنت في على البرلمان. فكرة أنا عمري، على فكرة باش نعطيك العمر تاعي، أنا عمري 30 سنة. ما شاء الله، بس بالك يمكن الصوت يبيني أكبر، ولكن حبيت ما نقول لك عنديش برك فيما مشكلة. أنا يخص. ما الأم التفاصيل هذيك ما نحبش لا ندخل فيها، خلاص. لا 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 لا، من احنا شباب كي راح نحكي لك، نقول باش نقول لك باللي مرحلة الشباب راهم يهضروا على الشبيب، نعم باش انا هكذا على الاقل ندافع على طائفة او الشباب. بما انهم يقولوا الشبيب والشباب في الاطارات وكذا، قدام اللي طرحوا انهم راحين يديروا المجلس الاعلى للشباب، اين هو؟ اين يا هو ولدي، المجلس؟ شوفي نقول لك، ما قلت لك انا، شوفي الامور ماهيش تمشي ماهيش تمشي على الصح. إلا غالب. لماذا؟ لماذا؟ على واه السؤال حنا لازمنا نطرحه نفسنا، لماذا الشباب ماشي درقوش قبيلي. راهم يديروا؟ شوفي الشباب من حقه على جال باش هو يتنفس، نعم من حقه على جال باش يعيش عيش كريم، صح، ولكن احنا ذكرنا في وضع غير عادي. باش نعاودوا نرجعوا على للوضع بالي. العادي، هذو كنت تشوفي انت الدول هذه اللي راها دوك مثلا فرنسا او ايه دول، ما يشوفليش انسان واحد ايه احتجاجات يدير لي عليها اسمه. شوف خلينا من هذو الوضع الناس الحالي هذو راهم زعما. بناو دول، بناوها صح، على مراحل. انا قريت نبراني ايه في واحد المره هكذا، في واحد البحث هكذا في الجامعه، كنيسه بناوها على 100 سنه، كنيسه واحده بناوها على 100 سنه. تيا تحوسي انا انتيا درك حنا نبنيو دولة نبنيوها في عام، مستحيل. كاينش منها، مستحيل. شو نسابح المستحيلات؟ علاه؟ انا اصلا انا مع، انا باش نفهم لك حاجه، انا جامعيه ومتخرجه ومتحصل على الدكتوراه، واني ماكيته في البيت وما حبيت نخدم. لماذا؟ انا لاحظت ان الشباب الجامعي، قريت في الجامعه ونشوف الشباب الجامعي ونشوف في المستوى الاعلام، خلينا نحكي شوية على الإعلام تاني، راهو لعب دور كبير في التأثير على الشباب وعلى هذه الفئة. أكيد، نعم، هذه من المقومات، وشنو من مقومات العولمة والتأثير على البطن، على العقل الباطني للإنسان، بما يخليونا احنا يعطيونا تصورات معينة يخليونا نؤمنوا بها. أو هذا الإنسان قبل ما تبنيه، قبل ابني له فكرة. الأمم فما تكون قوية بالأفكار، نعم. والأمة إذا حبيت تهدمها كيف تتهدم؟ بالأخلاق، اضربها في أخلاقها تهدم. احنا ما حيش ندخلوا في هذا الموضوع، ولكن أنا اللي لاحظته حتى في الإعلاميين هذوما والمؤسسات الإعلامية بصفة عامة، خاصة الخاصة منها، منذ أن رأينا هذه القنوات الخاصة، هناك الرداءة. الرداءة في ماذا؟ الرداءة في الأفكار وليس في الطرح. رداءة الأفكار، كيفاش تكون الرداءة؟ لما يكون الصحفي، إن لم أقل الإعلامي، بين الشولتين، إن لم أقل المتكونين إعلاميا
ما يعرفوش التدرج في طرح الأسئلة. وكما نقول أنا واحدة من الناس تقصدي مع، المنهجية؟ نعم حنان يا باه نوصل لك، أنا مع التكوين الأكاديمي للأشخاص، صح ولا أنا غالطة؟ كي يكون التكوين الأكاديمي صح للأشخاص، كيما أنا نقوم بحوار، حوار مع أي كان، لازم يكون عندي برك. حبيت معليش تقول لي انت يا بلي حنا رانا نخاطب جميع شرائح المجتمع اللي قاري ومش قاري وكذا وكذا، ولكن اللغة وطريقة الطرح ما تكونش بالطريقة الشعبوية. انت كي تحكي معايا ولا تحكي مع واحد مثلا، انا انت لاحظت انه انت يتبعوك النخبة، نعم انت يتبعوك ناس، يعني هذه بدون من غير ما ندخلوا في أنا عارف التفاصيل، عارف يتبعوك نعم الناس الواعيين، الناس اللي على نعم بالهم وقاريين، اللي ما اللي يعني اقل، يمكن اقل مستوى اللي يتبعك عنده لا ليسونس او عنده ديبلوم جامعي. انا هذه متاكده وقريتها في ولاحظتها في التعاليق، ولاحظتها في طريقه التعاليق، لانه الانسان وين تعرفه في طريقه التعاليق الناس اللي يتبعوه. وعليه انا علاه نهضر، علاه ما عندناش التكوين الاكاديمي، علاه ما عندناش الطريقه الاكاديميه في الكلام؟ علموهم على ما نتعلموش نحكيو حنايا بالطريقه الاكاديميه، علاه نحاولوا غير الطريقه الشعبويه في التقديم، سواء الاخبار او سواء كذا او كذا. ما انا هذه اللي ما انا يا انا يا كشخص او كمواطنه جزائريه نعطيك رايي هكذا بصفه عامه. المشكل في الانسان، لازمنا نبنيو انسان، لازم قبل ما نبنيو الدوله لازمنا نبنيو انسان، لانه المجتمعات كامل تبدا بالانسان. إذا كان ما عادش عندنا احنا ثقافة حب الدولة، وما عندناش الثقافة تاع كيف تحب الوطن، احنا بكل عندنا حب الوطن، ولكن نعلمو كيفاش يحب الوطن تاعو، أخ مش الأخت مفيدة، بالتخريب. أصبري برك، كانت قبيل جاتني واحد الفكرة هكذا وأنت تتحدثي اتفضل. فيما يتعلق بالشيء اللي راهو حاصل والشيء اللي راهو يجري. مرة تشوف مثلا رئيس حزب ولا قال شخص، سواء يكون معارض ولا يكون كذا، يقوم بدور خاطئ، يقوم نعم. بدور نتاع رئيس. تذوق مثلا، مثلا قال الجزائر حبينا ولا كرهنا، المهم نعم. رانا ماناش راضيين بالشيء اللي راهو موجود، ماناش راضيين بهذا الواقع، ولكن طبعا. كاين مسؤولين، كاين مسؤولين حبينا ولا صح. كرهنا، فاسدين، المهم كاين مسؤولين، كاين مسؤولين. وكنت نعم. لما يصرى صراع بين دولة ودولة مثلا، نعم. صراع على نعم. نقاط معينة، علاش نعم تجي تحط روحك انت باللي راك انت ممثل دولة؟ شكون اللي حطك انت ثم؟ راك صح قال مثلا عندك حركة شعبية راها من وراك، راك قال انت ممثل شعبي، انت صرت انت تفاوض وصرت انت تدخل في روحك في امور، شكون اللي حطك؟ وهذه ما صح تجيش غير هكذاك برك، هذه لازم لها خدمة، افتعلا افتعلا. لازم لها انا شوف، انا سامحني خدمة من المدرسة، من المدرسة، صحيت الأسرة، المسجد، الجامعة، ناس كامل تشارك في هذا الوعي باش حنا نوصلوا له. وانك انت تشوف ذوك واحد بيوع راهو حركي وحاط روحه باللي راهو وطني من الوطنيين الكبار، صح انت تنشر في اخبار انت واسمه اخبار اللي قادرة تدمر أمة تنشر فيها. بالطبع. واش قلت لك انا؟ واش قلت كي تحب تهدم امه ضربها في اخلاقها. هذا مش هذه اقوالي انا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لكم في معنى الحديث، ماهوش مش ما استحضرتش الحديث، ولكن في معنى الحديث الامه وقت تكون قويه بالافكار، واذا حببتم يعني الامه تضعف في الاخلاق. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الامم اخلاق، ان هي ذهبت هم ذهبوا. اخلاق احنا كمجتمع اسلامي احنا يعني سواء هذا مش حبينا ولا حديث، كرهنا، وين هذا مش مش حديث، حديث، هذا انت انما انما الامم الامم اخلاق. هي شعر، بيت شعري، نعم في قصدك في معنى الحديث الاول، في معنى الحديث انه الانسان لازم يبنى على الافكار تاعه. اما ما نعم استحضرتش الحديث فقط، لانه الانسان احنا يا ربي يعطاك العقل، احنا شئنا ام ابينا احنا في دولة مسلمة، صحيح وتخضع للقوائم، ما نقولوش للشريعة الإسلامية، ما نقولوش يعني 100%، ولكن احنا يا مجتمع جزائري محافظ، صحيح
كيفاش حنايا يعرضونا، يعرض وعلى الملأ وكلش، وكيجيو يهضروا او يهضر هو واحد من الناس من اصحاب القنوات هادو، يقولوا لك يقول لك حرية التعبير. اين هي حرية التعبير؟ حرية التعبير انك تهدم البيوت؟ حرية التعبير انه واحد كي يعطي رأيه؟ شغل حنا ولينا على بالك في العهد، في شوف العهد شوف، نعطيك واسمو، جبتي لي نقطة مهمة جدا. شوف، قناة الفضائية مثلا، نعطيك نعم كمثال، رغم أنه القناة هذه الفضائية اللي رانا نطمحوا لها ورانا نسعى لها ورانا نحاول نحسوا الجزائريين والجزائريات بضرورتها، قال مثلا نعم قناة المصالحة، نعم قناة المصالحة عندها مشروع، فهمتي، نعم مشروع متكامل، بحيث هو أنه تستهدف الأسرة من خلال التربية، نعم تستهدف المجتمع كامل، عندها فكرة قائمة عليها تمشي، نعم ايه باش من بعد وش اللي يخصها؟ خط يعني. تخص الأموال، تاي من بعد لو كان تلقى ناس فعلا رجال مستثمرين ولا ناس أهل الخير وهذيك يساهموا فيها، فيما بعد أنت تجيب إعلاميين وقال هاو الخط نتاعها تمشي فيه. وريلي ترى القنوات الأخرى قناة عندها مشروع، وريلي كاين شوف اللي هي راهو في يسعى الأول من أجل قال مثلا تصل لمنطقة القبائل، عنده فكرة راهو مأمن بها وراهو يسعى كذا، كاين واحد راهو عنده الفكرة هو أنه قال أنا تهضر لي على عباسي مداني وكذا وراهو يمشي فيها، الآخر قال واشي نعم راهو ضد التوفيق والجماعة نتاعو راهو ماشي فيها. وريلي ترى قناة عندها مشروع، وريلي ما كانش هما في الأول. أي قناة أنا لاحظتها هذه في القنوات الجزائرية الخاصة أو القنوات يعني في المغرب العربي بصفة عامة، في الأول يبدأوا يعطيوك خط تحريري معين يمشيو فيه سنة سنتين، ومن بعد يعود يحوسوا على الربح التجاري وعلى الإشهارات وعلى الدخل هذا المادي مثلا، بصفة عامة. هذه هي على هذا وهنا على ما مثلا، قبيلة. لماذا قبل أنا قلت لك على عدم وجود الكفاءات وعدم وجود التكوين الأكاديمي للأشخاص؟ أنا ما أنا شخصيا، وعلى بالي الكثير من الناس ما رايحين شي يوافقوا هذه الرأي، ولكن أنا نبقى متشبثة أنه التكوين الأكاديمي للأشخاص لازم يكون، أكيد لازم أكيد، أخطرك ما كانش من خاصة هذا. الناس اللي هم يقوموا بالشأن العام هذا، هذو لازم يكون عندهم تكوين خاص. ما نحكيش حنا السياسيين فيما يخص، انت قبيله ذكرت انه سياسيين ورؤساء الاحزاب وكذا يجيو يقولوا حنايا يهضروا باسم الدوله. لماذا هذه في هما يهضروها يحسبوا لك يقولوا لك حنا في دوله ديمقراطيه عندي حريه اني نقول وكذا، ولكن ما تقولش باسم الدوله الجزائريه، قول باسمي الخاص. لا، تكلم على روحك. دوك انت لما مثلا قال رئيس جمهورية، قال مثلا اتخذ موقف وانت راك غير راضي عليه وتعبر عن الموقف نتاعك، فرق. ما كانش ولكن لما انت تاخذ المبادرة وتروح انت قال مثلا تهضر مع الملك الحسن الثاني، شيء واحد اخر، صحيح. فهمتي، انت دوك لما قال هما مثلا تعرض بوتفليقة ولا اي شخص واحد اخر تعرضه نعم قال كذا، ما تعرضه مش يعرضوش ما مشكلة، يعرضوش لكن ما هو انك يعرضوش انت تاخذ السلطة. المبادره وتروح انت تهدر مع الحسن الثاني، واسمه هذا اللي بنو، وتروح انت تهدر مع محمد القذافي السادس وتروح انت تهدر مع كذا، من تكون انت ممثل نتاع شعب بطبيعة تهدر انت الحال هما هم باسم بلد، شكون اللي داك؟ دولة ايه هي انت ايش اللي يحكي قال مثلا وهكذا. انت تحط انت تحط انت وساطه وساطه راح قال مثلا في الوقت هذا كما صارت في التسعينات، والناس ما كانتش عندها ثقافة، نقول لك صراحة، كانت الناس ايه يعني في تمشي التسعينات فرق. بالعاطفة، عاطفة كانت الناس يعني تمشي بالعاطفة وكذا، حتى ولو أنه راها تسمى القناع نتاعها قال المشروع والله، لكن كانت الناس تمشي بالعاطفة، تروح أنت تهضر نعم مع دولة نعم خطأ على بالك، دولة ايه فادح ما على باليش، لا من حيث الاستراتيجية ولا من حيث النظرة ولا من حيث التقدير ولا من حيث الرؤية، تروح انت تهضر مع رئيس دولة وتقول له باللي انا راني موجد لك مليون مجاهد، او راك رايح، ومن بعد صحيح شوف النتيجة، شوف النتيجة ورانا، العراق طبيعة الحال. دمرت، هاي مكسرة مطرقة، افغانستان راح رجعوها للعصور البدائية، ليبيا ايه هاي تحرقت، سوريا هاي في الطريق، وكاين دول واحدة أخرى راها جاية في طريق، السودان هاي مقسموها،
عم وهكذا. تقسمت. هما لازم هما الهدف لازم يكون تاعهم في هما شو مذبح، وهما درك هنايا واش نقولوا، هنا راح ندخلنا في موضوع اخر. هذه بطريقه ان هما يحوسوا العملاء على المناطق الاستراتيجيه. انا وانت على بالنا على مناطق هذو اللي ذكرتهم كامل، انت على تم تدميرهم بيان سور باينين، وحنايا راه والجزائر مخطط، راهي مستهدفه. مخطط باين، مخطط هذه راهو مخطط شوفي، مخطط راهو عنده وقت، هذا المخطط راهو من بروتوكولات، من من قبل البروتوكول من ايوه 1797، وهما هذه منذ الخطة موضوعة سقوط الدولة العثمانية. ثمانية. خمسة منذ سقوط وعلاه هما الدولة العثمانية والله هو راه حبيت كان جاي يمشي. تاني، حبيتك تاني تهضر لهم على أنواع الأنظمة، ما هضرت هذه واحد ما تطرق ليها. أم يحكيو هنايا مثلا فيما يخص في الأنظمة، انواع الانظمه في العالم. احنا كي نحكيو في العالم بصفه عامه، احنا يا اخي نظام ديمقراطي، وكاين يقولوا لك احنا يهضروا على العلمانيين ويهضروا على الملكيه الدينيه وفصل الدين. هما ما على بالهمش شو هي هذه الانظمه. الانظمه احنا كي نقولوا نهضروا، احنا كي نهضروا على تركيا نحكيو كبلد مسلم، كانوا شو كان كانت مملكه هي كما نقولوا احنا سلطنه في هذا التوارث. ومن بعد كي جاء اتاتورك يا اخي ولات علمانيه، واش دار هو؟ فصل الدين عن الدوله. هما ما على بالهمش، كيما يتبعوا يقولوا كيما سامحني على هذا الكلام الشعبوي، يقولوا فيف اردوغان. هما ما على بالهمش بلي هادو راهم خداو سنين وسنين باه تم تغيير هذه الانظمه. نعم ما يهمش في لمح البصر، بناو انسان. بالطبع هذا اتاتورك شحال هما يربيو فيه، شحال هما ينظموا، شحال هما يسيروا. انا واش حبيت يعني به ما نطولوش ما نكثروش الكلام، نعطيو الزبده انه انا مع بناء الانسان، مع بناء قاعده صح، يعني قاعده قاعده مش كي نقولوا قاعده قاعده من حيث نبداوها من التربيه، نزيدوا لها للتعليم، ومن بعد باش نجيو للثقافه ونجيو للامور السياسيه. لانك اذا بنيت انسان متعلم، كي يكون الإنسان متعلم ومتربي ويعرف وش معنى تاع حب الوطن، مش الحب هذاك، هذيك هي الغالب، هذيك هي فطرة فينا تاع حب الوطن. أي فطرة ما كانش هذيك تاع تقول أنا نحب، ولا بس ما كان حتى واحد ما يحبش الجزائر. أنا نراهن على هذه، ولكن هناك خطأ في مفهوم أنك كاين واحد يحب الوطن عن جهل، كيما هادو العملاء منهم هذو دوق هذا يعني الحركة، وهذو كيف بيقنعوهم بما يكونوا عملاء ولا يوشيو. قال احنا راهي مصلحة وطنك وكذا وكذا وكذا. وهتلر واش قال كي سألوه على، قالوا له منهم أقبح الناس أو أحقر الناس الذين رأيتهم في حياتك، هذه في كتاب تاعو مذكرته هدرها. قال لهم لم أجد أحقر من الذين كانوا يوشون ببلادهم. قال لما لقيت احقر منهم ما كان. صح صحيح، واحد يخون وطنه وراه يخون كلش. صح، وفي النهايه نقول لك شكرا على السماح لي ربي يبارك فيك، بالتدخل، ولما ما شكرا نكونش ربي برك يبارك فيك، يا عيشك. ما فيش مشكله ان شاء الله، ربما في المستقبل نزيدو نديرو حوارات، ما عندك اقتراحات ولا وسمو، ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله رانا نزيدو نديرو حوارات، ومرحبا بك ان شاء الله. بارك الله فيكم، ربي شكرا يعينكم ان شاء الله. ربي يعيشك، شكرا، بارك الله فيك. المهم الإخوة والأخوات، شوفوا ترى زيدوا ترى الأخ أمين، هذا المحاولة الأخيرة للأسف الشديد بهذا النقاش. إذا عندكم اقتراحات لجل في المستقبل إن شاء الله بإمكانكم هو أن تتصلوا بي على الخاص، كما عندكم اقتراحات البرامج والله، ونديروا نقاشات هكذا ونحاولوا أن نشاركوا أكبر عدد ممكن من الناس باش نساهموا في هذه التوعية. وإن شاء الله مع بعض إن شاء الله نحاولوا نجيبوا خطاب جديد ونحاولوا ندفعوا الأمور إلى أمام. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.